تزامناً والاحتفال بستينية الاستقلال، ينظم التلفزيون الجزائري يوماً مفتوحاً حول إنجازات قطاع السكن والعمران والمدينة. قطاع السكن والعمران والمدينة في يوم مفتوح هذا السبت 2 جويليا 2022 بداية من الساعة 8:00 صباحا على القناة الإخبارية. من بطولات وأمجاد الرجال نشحذ الهمم ونزود العزائم، نحمل الأمال ونتطلع لجزائر كما حلم بها الشهداء. جزائر اليوم آمنة مطمئنة، يحتفل أبناؤها بذكرى استقلالها 60، مشمرين عن سواعد التطوير والعصرنة، كل في مكانه وحسب اختصاصه. في سماء الجزائر الجديدة نحلق، نتنفس الاستقلال والحرية، ونعيش الأمن والاستقرار، ونمتلك سيادة القرار. من هنا على متن مروحية البحث والإنقاذ التابعة للسرب 560 لقوات البحرية، هنا عيون ساهرة تواكب الرهانات وترفع التحديات لصون الوديعة وحفظ السيادة. على أرضنا الطاهرة التي ارتوت بدماء الشهداء نحط بأقدام ثابتة هنا بالقاعدة الجوية للانتشار الثانوية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى. هنا ومن إحدى قلاع سليل جيش التحرير الوطني، عبق المجد الممتزج بالفخر والاعتزاز يفوح في أرجاء الوطن، فالذكرى 60 سنة على الاستقلال. همم عالية لأمانة غالية، حماة العهد، حصة خاصة بالستينية سهرة الأحد في 9:00 على القناة الإخبارية. إنه الالتزام 28 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضمن الفصل الثالث المعنون من أجل التنمية البشرية وإطار معيشي نوعي، التزام يجعل من الحصول على السكن أولوية مطلقة، استراتيجية ترتكز على حل أزمة السكن نهائيا وضمان الحصول على سكن لائق عبر صياغ مكيفة وموجهة، خطة طريق ترتكز على القضاء النهائي على الأحياء القصدرية لتسوية للمشاكل المتعلقة بالبناءات الهشة، ووضع آليات ملائمة لمحاربة الغش في منح السكنات، وإنشاء تجمعات سكنية وأقطاب جديدة حول المدن الكبرى في الشمال والجنوب من أجل ضمان تهيئة أفضل للإقليم وتوزيع أحسن للسكان، تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية، وضمان احترام مواعيد إنجاز تسليم المشاريع المستقبلية من خلال تفعيل المسؤولية المالية لأصحاب المشاريع،
وخلق سوق عقار من خلال التحفيزات المالية واعتماد إطار قانوني ملائم، اعتماد سياسة فعالة لتهيئة الإقليم ضمن محيط عمراني وريفي مريح، توزيع منسجم لأقطاب التنمية عبر الترابي الوطني، وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو الساحل من الساحل نحو المدن الداخلية، وأيضا وضع سياسة حقيقية في مجال العمران باحترام المعايير الهندسية والمحافظة على التراث الوطني، أهداف وأخرى تسطر السياسة الكبرى لقطاعي السكن والعمران والمدينة في الجزائر، نفصل فيها في تتمة اليوم المفتوح الذي يقترحه عليكم التلفزيون الجزائري. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا بكم في تتمة هذا اليوم المفتوح، والذي أسعد بمرافقتي الزميل زكريا ميهوبي، نتواصل معكم إلى غاية الساعة 5. زكريا، شكرا لك فاطمة الزهراء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اليوم المفتوح في رحاب التلفزيون الجزائري للحديث عن قطاع السكن والعمران في قطاع السكن والعمران. ما فيش مواطن يبقى دون سكن، هكذا صرح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر، مؤكدا على طابع الاجتماعي الدولة ومكرسا لحق المواطن في السكن، هذا الحق الذي تم دستورته في الدستور الجزائري. اليوم ونحن نحتفي بستينيات الاستقلال نحتفي دائما بهذا اليوم، وترتسم معنا تلك المشاهد للمواطنين الجزائريين الذين في كثير من الأحيان في تلك الصور التي طالما نرصدها في التلفزيون الجزائري يربطون حصولهم على السكن بيوم الاستقلال. وبمناسبة هذا اليوم 160 ألف سكن توزع في أكبر عملية لتوزيع السكن في الجزائر. مشاهدينا الكرام، سنتطرق في رحاب هذا اليوم لكل هذه المواضيع بحضور ضيوفنا في البلاطو، وبهذه المناسبة أرحب بضيفتي في البلاطو السيدة عرقات فريدة مديرة مركزية بوزارة السكن والعمران والمدينة، أهلا بك سيدتي. أهلا، كما أرحب كذلك بالسيدة صالحة الشرفاوي مديرة التجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، أهلا بك مجددا سيدتي. أهلا بكم فاطمة، نفتتح النقاش معك. نعم زكريا، نعم، ونرحب أيضا مرة ثانية بضيفتنا الكريمتين في البلاتو. السيدة صالحة الشرفاوي، سوف أبدأ من أنتها الزميل زكريا. كنا قد تابعنا صبيحة اليوم هذه العملية النوعية لتوزيع السكنات، وهي الكبرى في المستوى الوطني منذ الاستقلال، والمقدرة ب 160 ألف وحدة سكنية، يخصص منها 413 تجهيز عمومي دراسي. كل هذه الأرقام كان قد أعلن عنها السيد الوزير، وتجسد مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحساس، القطاع الذي يمس مباشرة المواطن. نتحدث عن هذه العملية النوعية بداية في على المستوى الوطني معكم سيدتي. شكرا على الاستضافة أولا، وأود في البداية أن أهنئك على الشعب الجزائري بهذا اليوم الذي يعتبر ذكرى مزدوجة للاستقلال والشباب. في اليوم في الصباح أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن توزيع، وهي بالفعل تعتبر أكبر عملية منذ الاستقلال، وهي توزيع 160 ألف سكن عبر التراب الوطني. وقد أعطى السيد الوزير بعض المعطيات، منها 37,699 سكن بالبيع بالإيجار، 77,323 سكن اجتماعي، 6,294 الترقاوي، و 18,374 سكن ريفي، و 19,321 للتجمعات والتجزئات. ما هي بخصوص لكل هذه الأرقام الضخمة التي تسجل اليوم؟ يعني صراحة المواطن لما يتابع كل هذه الأرقام أكيد بأنها يعني استبشار من أجل توزيع كل هذه العمليات، أرقام نوعية على المستوى الكمي أيضا. نعم، هي سياسة الدولة كما قال الزميل أنه لن يبقى مواطن بدون سكن. هذه من واحدة. ثانية، عام بعد عام لتقليص أزمة السكن، والناس كل يولي عندهم سكنات يولوا قاع يسكنوا قاع يقراوا قاع. من هذه النقطة سأتوجه بسؤالي للسيدة عرقاب فريدة مديرة مركزية بالوزارة.
الوزير كان قد أعلن قبل ذلك وفي سياسة الدولة دائما بأن العملية أو المنطق سوف يتحول من أزمة سكن إلى تسيير طلب عن السكن، يعني بعد توزيع كل هذا الكم من السكنات. نتحدث اليوم في يعني بمناسبة ستينية الاستقلال، أيضا في مناسبات سابقة تم توزيع عدد جيد أيضا من السكنات. هنا سوف نصل إلى مرحلة تسيير الطلب ونخرج تماما من أزمة السكن التي يعني ضربت القطاع في فترات سابقة. نعم، شكرا على الاستضافة، وهني الشعب الجزائري بهذه المناسبة السعيدة، ذكرى 60 للاستقلال وعيد الشباب. وزارة السكن قامت بإنجاز عدة ملايين من السكنات بمختلف السياق، وتم توزيع لحد اليوم أكثر من 2 مليون وحدة سكنية. وهذه السكنات بعد توزيعها فعلا هي كانت في السنوات الماضية كانت هناك أزمة، لأن الطلبات كانت أكثر من العرض، كانت أكثر من البرامج الموجودة ولا المسجلة من طرف الدولة. الآن الحمد لله الأزمة تعديناها، والآن بقى طلبات، تسيير طلبات. منين كل طالب سكن يصيب مكان تاعو في عام ولا عامين ولا 3 سنين، مهم السكن تاعو مضمون في الوقت، يصيب الطلب تاعو فيه استجابة. وبعد إنجاز هذا الكم الهائل من السكنات، نعم لابد أن يكون هناك التفاتة لتسيير هذه البرامج الهامة والصيانة والمتابعة تاعها. نعم سيد عكاب، ربما هنا نضع نقطة مهمة جدا، وهي مسألة الرؤية الشاملة لملف تسيير السكن، من حل الأزمة إلى تسيير الملف إلى الرؤية الشاملة لكيفية المحافظة على هذا السكن، في إطار أنه سكن بمختلف صيغه بمختلف أقطابه يكون مجهز بكل ما يحتاج إليه المواطن بهدف العيش كريم لهذا المواطن. نعم، احنا نقولوا قريب فتنا من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الآن، حنفوتوا لمرحلة التسيير. نعم، مرحلة الاعتناء بكل ما أنجزناه. لهذا لازم المواطن يكون واعي على القيمة التي وصلنا لها من مكتسبات، ولازم نكونوا نحافظوا على واش أنجز من طرف الدولة. سيدة على قبل نتحدث أيضا في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنسبة شغل نسبة معدل يعني شغل السكن. كان الوزير قد أعلن بأنها سوف تصل تقريبا ل 4.7% بمعدل أنه تم يعني توزيع ما يقارب 3 ملايين يعني على المستفيدين، يعني تم أن يعطي كل هذه السكنات 300 مليون مستفيد جزائري. هذه هي النسبة لوتول سوف يكون عندها هدف في نهاية الخماسي، البرنامج الخماسي 2024 قد تصل إلى 4.18 كنسبة شغل. نعم، لو تو دوكيباسيون دو لوجمون لو تول في الأمس القريب كان يساوي 7. نعم، وبفضل كل ما أنجز، بفضل كل البرامج المختلفة والهدف اللي تسعى له وزارة السكن هو أن يقلص هذا الرمز ولا يصل إلى 4.7. نعم، وهذا يجعل الأسرة في ارتياحية. 7 يعني 7 أفراد في سكن واحد، وكي نوصلوا الأربعة من الواحد يكون في أريحية، العائلة تكون في أريحية. نعم، شكرا لك سيدة. سيدة أشرفاوي، أكيد أنه حينما نتحدث عن هذا الملف أريحية المواطن والهدف الذي تسخر له السلطات العمومية كل مجهوداتها لتحقيق الأريحية للمواطن، نتحدث الآن عن ملف التجهيزات العمومية، وهي كل ما يرافق هذه المشاريع السكنية من تجهيزات يحتاجها المواطن. نعم، ليكون مستقرا هانئا بهذا المسكن. نعم، قبل هذا اليوم ولا قبل مدة فترة صغيرة كنا ننجز السكنات، ومن بعد المرافق ما تتبعش. نعم، هذا كان يثير كثير من اللغط ربما. حاليا نحن ننجز ما نسمى بالأحياء السكنية المدمجة. نعم، فيها السكن
وفيها التجهيزات العمومية لا سيما الدراسية منها. المدارس نعم. المدارس البريمير ولا الموايان ولا السكوندير. هذه لأن خاصة للأولاد الصغار، للأطفال الصغار ما لازمش يروح المدرسة تبعد عن دارها أكثر من كيلومتر أو أقصى حد كيلومتر ونصف. لانه سي ان دونجي بور لوي، دونك ولينا ننجزوا المدارس داخل الاحياء. داخل الاحياء نعم. زياده على ذلك ننجزوا ايضا مقرات للامن الحضاري. وننجزوا ايضا عيادات متعدده الخدمات. نعم، هذه لتوفير لتحسين المعيشه للمواطن ونجعله في حي واحد يقتني كل الضروريات اللازمه لعيش كريم. للعيش الكريم، وعيش الكريم هو هدف كل مواطن، نتفق على ذلك فاطمه زهراء. نعم. استاذه ارقب، لو يعني نعود الى نقطه مثلا هذه المواد المستعمله في عمليه البناء، كان يعني الوزير في مرات عديده يركز على استعمال المواد المنتجه محليا والابتعاد عن المواد المستورده الا في حاله الضروره. هنا نرى بان هناك يعني تماشي اقتصادي وتوازي اقتصادي مع الانجازات السكنيه المرافقه من اجل انعاش الاقتصاد الوطني ايضا وخلق الثروه وتشجيع المستثمرين الجزائريين. انت نعم، انجاز السكن يتطلب جميع مختلف المواد في وقت ما كانت هناك منافسه بين المواد المستوردة والمواد المنتجة محليا، ومع الوقت ظهر بعض المنتجين هذه المواد في حالة مزرية. لذا قررت الحكومة أنه الأولوية والإكسكلوزيفيتي للمواد المنتجة محليا إلا لضرورة نلجأ إلى المواد المستوردة. هذا من جهة إنعاش الاقتصاد الوطني، من جهة نسرع بوتيرة الإنجاز ونقلص من وهذا ما تابعناه أيضا مثلا في المنشآت الرياضية التي تبنى أو بنيت مؤخرا. مثلا نتحدث عن المنشأة المفخرة المركبة الأولمبي الذي أنشأ بوهران ميلود هتفي، والذي أنجز في وقت قياسي جدا وبسواعد جزائرية وبمواد أولية جزائرية أيضا، وأيضا ويرافق بعد ذلك أيضا ملاعب أخرى مثلا ملعب الراقي، ملعب تيزي وزو، ملعب الدويرة، التي تسير به الأشغال بطريقة جيدة وأيضا مبشرة. أيضا سيدة عرقاب، نتحدث أيضا عن هذه التجهيزات، أو السيدة شفاوي كما تفضلي سيدة شفاوي، فيما يخص هذه النقطة، ما يخص هذه الملاعب، طريقة إنجازها وهذه النوعية التي لمسناها، يعني هو فخر مفخرة أننا نرى مركب أولمبي مثل مركب ميلود هتفي بوهران الذي أنجز بمعايير تقنية عالية وفي وقت قياسي أيضا. نعم. منذ تحويل المشاريع الرياضية إلى وزارة السكن والعمران. نعم. في شهر سبتمبر أصدى السيد الوزير تعليمات صارمة أنه نخدمه طروفوا بيت، والمؤسسات مؤسسات جزائرية وكوادر جزائريين، ووقف يعني هو شخصيا وقف على وتيرة الإنجاز ورفع كاع التراقيل لكي نصل للهدف الذي حققناه اليوم. العاب البحر الابيض المتوسط عم ينجزوا، الله يبارك ما شاء الله. فيما يخص ملعب الراقي، حتى نوعيه الانجاز سيدة شفاوي يعني في اول اسبوع قد خضع يعني هذا الملعب تقريبا لامتحان بعد الهزه الارضيه لوهران، والحمد لله الملعب صحيح بني في وقت قياسي لكن بني بمعايير تقنيه دقيقه وعاليه وعالميه ايضا. واسمحي لي برك نزيد لك نقطه، لو كان ما درناش عالميه ما كانوش يسمحوا لنا نديروا هذا الالعاب. دونك نعم. وزيادة عاد دونك المعايير دولية، و on a reçu des commissions internationales qui nous ont validé tout ça.
نعم. سيدة عرابة فريدة، أود أوجه إليك الآن بسؤال. حينما نتحدث عن ملف السكن، نتحدث عن ملف ثقيل تولي له السلطات العمومية أهمية كبيرة، سواء من خلال تحيين قوانين أو إعادة رؤية في هذا الموضوع. تطرقت فاطمة الزهراء، سألتكم، تفضلت بسؤالكم عن استعمال المادة المحلية في الإنجاز. الآن نتحدث عن قرار السيد الرئيس بضرورة إنشاء وكالات عقارية متخصصة، ونحن نعرف أن ملف العقار هو أحد أهم العراقيل التي تعقل ملف السكن. الآن حينما نتوجه لتأسيس وكالات عقارية، سواء تعلق بالوكالة الوطنية العقارية للعقار الحضاري أو السياحي أو الفلاحي، فالأكيد أنه هذا يساهم في عملية تسريع تسيير ملف السكن الذي تتدخل فيه العديد من القطاعات. نعم، إنجاز البرامج السكنية يطلب وعاءات عقارية مهمة. وكما نعرفوا العقار الوطني بدا ينقص، العقار اللي تابع لأملاك الدولة نقص. دونك باش الواحد يأطر هذا كل الأرضيات المتواجدة على مختلف الولايات، تم تقرر إنشاء وكالة عقارية. نعم. لتمكن من تسيير هذا الفونسي، واللي راح يساعد في تجسيد البرامج السكنية القادمة. نعم. هاي يكون مؤطر، يكون الهدف نوصله له بالتأكيد أسرع. زكريا يشار لنا بأن لدينا ربط مباشر من تفازة مع زميلة ليندا مكي، حيث يشرف سيد الوالي على توزيع تقريبا 5700 سكن، وحدة سكنية بمختلف الصياغ. إليك ليندا. إحياء للذكرى 60 لعيد الاستقلال، وفي إطار العملية الكبرى لتوزيع السكنات، شهدت ولاية بازا اليوم توزيع أكثر من 5000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. والمزيد من التفاصيل يحضر معي السيد والي ولاية بازا السيد أبو بكر الصديق بوستة. سيدي أعطينا أكثر تفاصيل حول هذه العملية. شكرا. احتفالا بعيد الاستقلال 60 لنحتفل مع إخواننا وأخواتنا من الولاية والعائلات على توزيع أكثر من 5732 سكن بمختلف السياق، منها حوالي 3960 سكن اجتماعي وهش، 1118 سكن عدل، أكثر من 130 سكن ترقوي، 425 إعانة ريفية. العملية هامة وهامة جدا على مستوى الولاية، وسوف تستمر إن شاء الله بالأيام المقبلة، خاصة فيما يخص السكن الهش اللي يتطلب بعض الإجراءات. ولكن مهما كان الحال، العملية مستمرة طول السنة، لأن الاحتفالات سوف تدوم إلى يوم 5 جويلية 2023. والله جات فرحة كبيرة. شوف، أنا كمواطن وجزائري، تحية جزائري وحدة، وزادوا زهونا في عيد الاستقلال تاعنا، نحمد ربي. وان شاء الله العقوبه اللي مازالوا ينحوا لهم الغبينه هذه. والله غاني حاس بهم كيما راني حاس بروحي 23 سنه، اني حاس واحد اخرين، والله غراني حاس بهم. ان شاء الله ربي يفرج على كل واحد. وهذه يعني فرحه لا توصف في هذا النهار تاع اليوم، وخاصه الواحد كيكون يعني اسره ومعاناه بعد معاناه من 2006. ان شاء الله بفضل ربي سبحانه، ربي سبحانه شغل اليوم زدت مدام. إذن كانت هذه أصداء لفرحة مواطنين مستفيدين من سكناتهم، من جملة 5700 مستفيد بولاية بازا، ونفس العملية تتم عبر مختلف ولايات الوطن. نعود مشاهدينا الكرام لمواصلة نقاشنا مع ضيوفنا بالبلاطو، مع سيدة عرقاب فريدة مديرة مركزية بوزارة السكن والعمران والمدينة. سيدة فريدة، حينما نتحدث عن تسيير السكن أكيد نتحدث عن ما يرافق هذا السكن من تجهيزات عمومية، ونتطرق الآن إلى ملف تلح عليه كل التوصيات بضرورة استعمال الطاقات المتجددة في الإنارة العمومية في تسيير المدارس في الأحياء المدمجة الجديدة. أين نحن من هذا الملف؟ نعم، السكن أو التجهيزات العمومية حين إنجازها لازم يكون عندها تهيئة خارجية، لازم يكون مربوطة بكل الشبكات المختلفة الضرورية من الماء والغاز والكهرباء والتصرف الصحي.
في جوستومون في الكهرباء وفي الاكليراج بدينا تدريجيا ندخلوا الطاقات المتجدده اللي هي ضروره لازم نلحقوا ليها ونعمموها مع الازمه اللي راهي على الكهرباء دونك مع والغلاء سعر الكهرباء دونك الحل هو الطاقه المتجدده اللي بدات تدريجيا خاصه في بدينا في المدن في المدن تاع الصحراء والهضاب العليا بدات تدريجيا الاناره العموميه تقريبا راهي منجزه بالطاقه الشمسيه 90 95%. هذه الشبكات تدخل في اطار التهيئه اللي راهي ضروريه لجعل السكنات قابله للتوزيع. نعم. هذا التجهيز هذا التجهيز التهيئات المختلفه تتطلب ثاني كتجسيد ورصد مبالغ هامه. نعم. من 2010 لحد 2021 تم رصد اكثر من 460 مليار دينار جزائري. نعم. اللي مكن من تهيئه كل السكنات اللي راهي تتوزع واللي هي تفوق 2 مليون وحده سكنيه. نعم. وكثيرا ما كنا نسمعوا سكنه جاهزه وما كاش التهيئه سكنه جاهزه وما كاش التهيئه دونك لتفادي التاخر في تسليم السكنات قرر اصدى السيد وزير السكن والعمران المدينه تعليمه لكي التهيئه نباشروا فيها ونبداو في الاشغال في انجازها حينما السكن يوصل 50% من الانجاز هكذا السكن كي يكمل بكل الضروريات وبكل الشبكات وبكل اللوازم. في نقطة أيضا مهمة سيد عرقاب، يعني كان أيضا من الضروري إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة والبحث عن الجودة في مجال الإنتاج العمراني في إطار التنمية المستدامة. تصريح عن وزير السكن أيضا هذه الأنسجة العمرانية القديمة أيضا هناك استراتيجية من إعادة تأهيئتها وتجديدها أيضا. نعم، ما يخفاش الباتريمون تاع الباتريمون تاعنا. نعم. راه مهم ومهم جدا، راه بعدد سكنات كبيره ولكن لابد من الصيانه ومن اعاده الترميم ومن اعاده التهيئه تاعها لكي نحافظ على صور المدن ونحافظ على الهويه ايضا البعد الثقافي ايضا الثقافي والهويه. نعم. ايضا نتحدث ايضا عن مناطق الجنوب سيده عرقاب فيما يخص كل هذه الانجازات المرافقه ايضا للسكنات مثلا والتهيئه ايضا، ما هي سياستكم واستراتيجيتكم في ولايات الجنوب وخاصه العشر الولايات المستحدثه مؤخرا؟ نعم، ولايه الجنوب بنظر للنمط المعيشي صيغة التجزئة الاجتماعية هي الصيغة اللي يكثر عليها الطلب في مدن الجنوب والهضاب العليا، بحيث أن لحد اليوم تم إنشاء أكثر من 200,000 قطعة أرض موزعة على السكان ولاية الجنوب. نعم. لإنجاز كما نتابع شعبه. زكريا على المباشر. نعم. الآن هذه الولايات الحصص المخصصة لكل الولايات بالأرقام والمشاريع، نتابع هذه الصور الحصرية. ولاية ورقلة تستفيد ب 3441 وحدة سكنية بمختلف السياغ. نلاحظ هنا الاحترام للهندسة المعمارية والطبيعة طبيعة ولاية ورقلة، وأيضا طلب المواطن أيضا زكريا دائما يحبذ أن يكون سكن فردي أرضي، هذا شيء مهم جدا. نعم. سيدة عرقاب أننا. نعم. نستجيب أيضا لتطلبات يعني متطلبات المواطن وأيضا طبيعة الولاية سواء كانت ساحلية أو صحراوية أو نعم داخلية. نعم، ربما هي رؤية لتسيير ملف السكن باعتبار خصوصيات كل منطقة، تجهيز كل منطقة بكل ما تحتاجه. وفي هذا الصدد سيدة صالحة شرفاوي، وأنت مسؤولة تقنية عن تجهيزات في وزارة السكن، أكيد أنه
كل منطقة لها خصوصياتها. الآن الدولة الجزائرية انخرطت في ملف كبير وهو ملف التحول الرقمي والرقمنة، بالإضافة إلى دعم الشباب في مجال ستارت اب. في كثير من النماذج في المعارض التي نغطيها ونشاهدها لشباب لديهم أفكار في تسيير السكن. هل فيه يعني مبادرات استقطاب هذه الأفكار الجديدة لتسيير التجهيزات العمومية؟ قبل هذا أود أن أضيف لما قالته زميلتي. بالتأكيد بالطبع نحن هنا لنتكامل. فيما يخص الانتقال الطاقوي، صرح وزير سكن في الصباح أنه هناك مسجد أخضر. نعم. لكن مسجد الجامع الكبير للجزائر مسجل ضمن تقريبا 10 مساجد في العالم، وهو يعني مشاريع من أجل استحداث هذه التقنية. المسجد الأخضر احترام يعني المسجد الأخضر هو مسجد آخر. نعم. مش ما عندوش علاقة مع المسجد العظيم. نعم. مسجد آخر سينجز بمعايير الانتقال الطاقوي. نعم. هناك لوحات شمسية، هناك خزان مائي ليجمع المياه، مياه الأمطار لإعادة استعمالها. نعم. هنا سخان مائي شمسي. هذا المسجد سيتم الانطلاق فيه انسيسام. وأين يعني تكون أرضيته إذا كان هناك فكرة عن يعني المعلومات التقنية في ولاية الجزائر؟ نعم، في ولاية الجزائر. نعم، الأشغال انطلقت اليوم أظن بسيدي عبد الله فيما يخص هذا المشروع. سيتم الانطلاق عن البعد التنموي والاقتصادي لهذا المشروع الجامع أو المسجد الأخضر، إلى جانب الجامع الكبير الذي اختير كما ذكرنا من بين 10 مساجد في العالم ليواكب كل هذه التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة. يبقى يعني إضافة وقيمة مضافة للاستراتيجية التي تنتهجها الجزائر أيضا، وأيضا دعما للمدن الذكية والمدن الجديدة أيضا. نعم. الاستراتيجية التي تضعها أيضا الدولة الجزائرية والتي يمكن تحقيقها في أقرب الأجل أيضا. سامحني. نعم. بالفعل هذا المسجد الأخضر سيكون نموذج. نعم. للانطلاق في هذا الانتقال التقوي على المستوى التراب الوطني لكل التجهيزات. نعم. تدريجيا، وهنا سنستعمل الشباب الذين لديهم الأفكار. نعم. سندخلهم معنا في الإنجازات بس دي بتيت ستارت اب. نعم، ستارت اب. دونك اون فالي زانترودوي اون فالي زانكلور افيك نو بور نو اكومباني دون لا رياليزاسيون دو سو تيب. العملية اصلا تكاملية في الانتقال التنموي وتجهيز السكنات، فالاكيد انه استقطاب هذه الطاقات الشبانية هو جزء من الاستثمار في الموارد الوطنية. الموارد البشرية موارد مهم جدا. نحن نتحدث عن ملف السكن الذي تخصص له مبالغ مالية كبيرة جدا بهدف ضمان الراحة والعيش الكريم للمواطن. سيدة عقاب، أكيد أنه حينما نتكلم عن الملف السكن تتشعب مختلف الصيغ في هذا السكن، وكذلك فيه رؤى لكل صيغة على حدة. أكيد أنه حينما نتحدث عن ميزانية 2022 فيه ميزانية مرصودة لتجسيد حسب المشروع المبدئي 60,000 سكن، رقم مهم جدا. هذا أكيد يضع الجزائر في مقدمة دول المنطقة التي تخصص مبالغ كبيرة لإسكان مواطنيها وضمان العيش الكريم لهم. نعم، الدولة ورئيس الجمهورية كان من بين الأولويات هو السكن اللائق لكل مواطن جزائري. التعهد هذا راه يطبق، راه يجسد عبر كل مختلف البرامج السكنية التي يتم تسجيلها سنويا. هناك عدة أنماط للسكن، كل مواطن يصيب نمط ينقرض فيه. نعم. فيه العمومي الإيجاري اللي راه المواطن اللي ما عندوش دخل والدخل تاعو محدود تحت 24,000 دينار. نعم. صيغة عادلة، صيغة البيع بالإيجار اللي راهي صيغة تساعد كل الموظفين بصفة عامة. واللي المدخل تاعو يفوق 108,000 دينار راه يتوجه للترقوي العمومي. نعم. للبيبي. اذا الترقوي الحر، للترقوي الحر اللي راه يحب يروح للاوستاندينغ يروح للترقوي الحر. والمناطق الجنوبية عندها
التجزئة الاجتماعية والمناطق الريفية عندها إعانة الريفية والمجمعات الريفية. يعني سيدة عقاب، يعني الرؤية هنا متكاملة تتعلق بالمكان والقدرة المالية لكل مواطن ونمط الزائر. المعيشة ونمط المعيشة لكل مواطن، وهي رؤية سليمة جدا. حتى مؤخرا شاهدنا أنه في إعلانات للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإعلانات بكل شفافية على الإنترنت على الموقع للمواطنين الذين لديهم قدرة المالية لاقتناء سكنات بكل رخ، وهذه مبادرة تثمن أكيد. أكيد أكيد، كان هناك غموض في تسجيل وفي الاستفادة من سكنات خاصة هذه الترقوية الحر، ولكن الحمد لله مع سيد الوزير السكن والعمارة المدينة أبى أن كل شيء يندار في شفافية، وراهي كل حاجة على المواقع بالتواصل سور لي ريزو الواحد يسجل، ودائما يؤكد أيضا على رقمنة القطاع بصفة عامة من أجل إطفاء أكثر وأكثر هذه الشفافية على كل العمل على يسير كل العملية، يعني على كل مستوياتها. نعم الحمد لله، هذه هي الطريقة سليمة لضمان الشفافية، وكل مواطن يريد اقتناء سكن من أي صيغة، يعني الصيغة التلقوي الحر هي الآن راهي على الموقع، ولكن كما كانت صيغة عادل صيغة التلقوي البيع بالإيجار كانت على بالتسجيل الرقمني، وكانت هناك شفافية، وكان كل واحد استفاد بالسكن تاعو على حسب أقدمية الملف، تسجيل على حسب الولاية اللي سجل فيها، والحمد لله إن شاء الله باقي الصيغات راح تكون هكذا. الرقمية تفتح في كل مرة، يعني يتم فتح يعني عملية الاكتتاب مثلا في عمليات مقبلة ممكن لعدل، أيضا سنتابع يعني هذه الاستمرارية في التسجيل الرقمي للمكتتبين والمهتمين بالحصول على مثلا على سكنات عدل. نعم هذا الحل سيتم تجسيده تدريجيا إلى حد أن ننتهي كليا من تقديم الملفات في البلديات، وهذا هو الحل الأنجع لضمان شفافية للمواطن. نعم شكرا لك يا سيدة عقاب. سيدة شرفاوي، حينما نتحدث عن التجهيزات العمومية نتحدث عن موضوع تتحكم فيها عدة عناصر، سواء في الانطلاق في الإنجاز، انطلاقا من تسجيل هذه المشاريع، حسابات تتعلق بطبيعة المحيطات التي تجسد فيها هذه المشاريع. هل لك أن تحدثنا عن كيف يتم عملية بناء التصور لبناء هذه التجهيزات فيما يخص الأحياء السكنية المدمجة؟ نعم تفضلي سيدتي. عندنا إن إيكول بريمير بور 400 habitants، مدرسة ابتدائية. نعم. ل 400 سكن، يعني تؤسس على معايير حسابية. نعم على معايير، ونستعين بالكارت سكولير. نعم الخارطة المدرسية. بطاقية الخارطة المدرسية. الخارطة المدرسية. نعم. على حسب هذه نتم تموقع ليزيكيبمون تاعنا. نعم يعني لكل 400 مسكن تخصص مدرسة ابتدائية. نعم ولكل مدرستين تخصص متوسطة. لكل مدرستين، لكل مجمعين مدرسيين تخصص إكمالية. متوسطة إكمالية. نعم ولكل إكمالية تخصص ثانوي، يعني بناء هرمي ثانوي. بناء هرمي أربع مدارس و توجور أون ريسبي أفيك لا كارت سكولير. يعني دائما في انجاز هذه المشاريع تراعى توزيع الخارطه المدرسيه. نعم طبعا. هذا شفابي ايضا في نقطه مهمه جدا، نتحدث عن الرقابه التقنيه في الذكرى الخمسين لانشاء الهيئه الوطنيه للرقابه التقنيه للبناء، كان الوزير قد دعا الى تصدير هذه الخبره المكتسبه على مدار العقود الخمسه الماضيه لهذه الكفاءات تحت عنوان الرقابه التقنيه للبناء مسار خبره وابتكارات. نتحدث عن الكفاءات الجزائريه، المهندسين الجزائريين الذين يتمتعون بخبرة عالية والتي يعني تتضح من خلال كل هذه الإنجازات. ذكرتها من قبل وقلت. نعم. لكم أن ملعب وهران فيها كوادر جزائرية وأنجزت ما ترونه. نعم.
وحاليا كاين كوادر واحد اخرين راهم في ملعب، سواء في ملعب براقي ملعب وهران كان به تقريبا 20 مهندس للتذكير، وجامع الجزائر ب 50 مهندس سهروا على مطابقه معايير الجوده والسلامه، اليس كذلك؟ نعم بالفعل. مهندسون مدنيون. نعم مهندسون مدنيون، وفيها مهندسون ديزاركتيكت. نعم ندعوكم الان لمتابعه هذه الصور زكريا، تاتينا من ولايه عنابه التي تستفيد من 10,621 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. وفي هذا الصدد نذكر أن ستينية الاستقلال لهذه السنة فاطمة الزهراء تشهد أكبر عملية لتوزيع السكنات، حيث ستستفيد أكثر من 160 ألف عائلة من سكنات بمختلف صيغ عبر مختلف ربوع الوطن، وهو ما الذي يوزع الفرح على كل مناطق الوطن على غرار ولاية خنشلة التي نشاهد الآن هذه الصور للمساكن المنجزة بها، وعدد توزيعاتها التي تعد ب 1979 مسكنا بمختلف الصيغ، هي مجهودات كبيرة تثمن للدولة في مختلف ولايات الوطن، من منطلق أن هذا الملف يحظى بمتابعة وعناية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، من منطلق أنه إيمان بأن حق المواطن في السكن هو حق دستوري. ونعود ووجبت الإشارة أيضا زكريا إلى جانب هذا الكم المميز جدا لعدد السكنات، نلاحظ أيضا نوعية الإنجاز من جهة، ومرافقة التجهيزات العمومية التي ترافق كل هذه الإنجازات. ولاية سوقهراس كما يتابع المشاهد الكريم سوف تستفيد من 1528 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، العملية نوعية ويعني بمستوى الحدث، مستوى الحدث ستينية الاستقلال، عيدي الاستقلال والشباب. ولاية مستغانم أيضا هي الأخرى سوف تستفيد من حصة سكنية تقدر ب 2620 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. سيدة شرفاوي، كيف يتم تسجيل هذا يعني الحصص، سواء يعني على مستوى الطلب أو يكون دراسة الحصص المخصصة لكل الولايات، خاصة أن هناك بعض الولايات التي تعاني من شح العقار؟ يتم التوزيع بالتنسيق مع السادة الولاد. نعم. وحسب الطلب وحسب كما ذكرتيه توفر العقار. نعم. يعني في ثالوث يتحكم في توزيع هذه السكنات، الطلب العقار وتخصص الغلاف المالي لتوجيه هذه السكنات. نعم. إذن العملية كلها حسابية مع مراعاة يعني العدالة الاجتماعية، ملف مهم جدا نركز عليه. نعم. العدالة لكل مواطن. نعم. حق في السكن والحق في التجهيزات العمومية. سيدة صالح، ربما هنا أود أن أسألك حول مختلف تلك الرؤى التي وأنتم دائما تنزلون للميدان، أكيد أنه في المواطن في ملف التجهيزات العمومية بعد الاستفادة من السكن يطلب منكم حاجات معينة، كيف تتعاملون معهم في هذا الإطار؟ أكيد نطمئنوه ونقول له ما نكذبوش عليهم، نصارحوا المواطن ونقولوا له الا كان حاجه جايه هاي ايميدياتمون هاو نقولوا له، الا كان حاجه جايه بصح مطوله انا نقول. فيما يخص ولايات الجنوب، فيما يخص ولايات الجنوب التي يعني يكون فيها الطلب على السكن يختلف عن الولايات الشماليه، كيف تسجلون سواء كان يعني لم اتحدث عن السكن وما يرافقه من تجهيزات عموميه سيدتي، يعني كيف تسجلون طلب المواطن بالجنوب الكبير؟ تفضلي سيده عقاب. في ولايه الجنوب هي الصيغه اللي يكثر عليها طلب هي التجزئه الاجتماعيه نظرا لوفره الارضيه، ثانيا للنمط المعيشي تاع العائلات، وثالثا في الجنوب السكن يكون فردي، يكون فردي. دونك الحل الانجع هو التجزئه الاجتماعيه اللي المواطن يسجل الطلب تاعو على مستوى البلديه، ويتم دراستها في اطار التجهيزات الاجتماعية. هذا التجزئات يتم إنشاؤها من قبل لجنة مشتركة على مستوى وزارة الداخلية، وحنا وزارة السكن رانا عضو في هذه اللجنة. يدرس الطلب المقدم من طرف السيد الوالي المعني بتقديم شوا تيران، اختيار ارضيه، اختيار ارضيه على ان تكون الارضيه للمنزل
بين ما تفوق ما تتعداش 250 متر مربع. نعم. ويتم إنشاء التجزئة ورصد مال غلاف مالي لإنجاز التهيئة الخارجية، ويزيد المواطن يستفيد بإعانة. هنا في الجنوب المواطن هو يبني المسكن تاعو بإعانة من الدولة تاع 100 مليون. بالحديث عن الجنوب، بالحديث عن الجنوب أكيد أستاذ عقاب، أكيد أنه الجنوب تخصص له الدولة وباهتمام كبير. وفي هذا الصدد نرحل بكم مشاهدينا وضيوف الكرام إلى ولاية تجرت الفتية لنتابع هذا الروبورتاج عن الحظيرة السكنية بهذه الولاية الفتية من توقيع الزميل خالد بنغرينا. احتفاء بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال، سيكون مواطنو ولاية تجرت على موعد مع توزيع أكثر من 1600 وحدة سكنية تمس مختلف بلديات الولاية وتشمل مختلف السياغ، وهي ضمن أقطاب سكنية متكاملة تحتوي على التهيئة الحضرية اللازمة ومختلف المرافق الضرورية. تم برمجة توزيع أكثر من 1600 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وكذا إعانات مقررات الإعانة للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وعقود الملكية للتجزئات الريفية المجمعة. هذه السكنات مست مختلف الأنماط، منها السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي العمومي، سكنات البيع بالإيجار، وستمس هذه التوزيعات والتسليمات مختلف بلديات الولاية. مناطق عمرانية تحتوي على كافة المرافق اللازمة. الوحدات السكنية المزمع توزيعها تم ربطها بالشبكات الرئيسية للماء والكهرباء والغاز واستكمال التهيئة بها. تم ربط جميع هذه السكنات بالشبكات الرئيسية من صرف صحي وكهرباء وماء صالح للشرب. جميع السكنات مجهزة وكما يقولوا جاهزة لاستقبال المواطنين في أحسن ظروف إن شاء الله. جملة من المشاريع السكنية المبرمجة في طور الإنجاز بولاية تجرت، منها أكثر من 1100 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، كما تم إنشاء 53 تجزئة عقارية بإجمالي يفوق 10,000 قطعة سكنية وزعت على مستوى بلديات الولاية، استفادت من التهيئة وإعانات مالية للمستفيدين. أما عن الصيغ المتبقية فيوجد أزيد من 900 وحدة سكنية انطلقت الأشغال بها. إذن نعود لاستكمال النقاش بعد هذه الجولة بولاية تجرت الفتية والإطلالة حول الحظيرة السكنية التي تتمتع بها. لاستكمال النقاش في هذا اليوم المفتوح حول قطاع السكن والعمران بمعية ضيوف هنا بالبلاطو، السيدة صريحة شرفاوي مدير التجهيزات العمومية بوزارة السكن. أكيد أنه تسيير السكن، وكنا نتحدث عن ملف السكن في الجنوب ومختلف الصيغ التي يتحصل عليها المواطن، هنا العملية متداخلة في عمل قاعدي على مستوى البلديات على مستوى وزارة الداخلية ليصل الملف إلى مستوى وزارة السكن لتخصص الأغلفة المالية من منطلق التكافؤ في مختلف ولايات الوطن. هل ملف السكن يحظى بمتابعة دقيقة بمختلف السياق على مستوى كل ولايات بالشكل الذي ينسجم مع كل ولاية وخصوصيتها؟ طبعا كل ما يعني المواطن لازم يتابع بدقة وبدقة. نعم. لذا الطلبات راهي تسجل على مستوى البلدية، هي النوايو تاع الولاية. نواس الولاية. ملفات هذوك تدرس في على مستوى الدائرة على أن يتم إعداد القائمة من طرف رئيس الدائرة، ثم تدرس على حساب البطاقية الوطنية، تسجل على حساب البطاقية الوطنية لمراقبة طالب السكن مستفيد مش مستفيد. دونك منا تخرج لنا قائمة المعنيين بالاستفادة. نعم. يبقى في الصيغة على حسب طلب المواطن، كاين اللي يروح للعمومي الإيجاري، العمومي الإيجاري للسوسيال البي ال البيبليك لوكاتيف، هو سكن اللي راه موجه لي على حسب المدخول تاع طالب السكن. نعم. يصنف الطلب تاعو على حسب المدخول، يصنف طلب في مختلف السياق. لحد الآن الصيغة اللي راهي
تتسجل عبر المنصة الرقمية أيضا. المنصة الرقمية هي البيل الألفي هي الببليك فلوكاسيون فونت، ولكن في البرمجة الجاية سيد الوزير راح يرجعها كما كل سياق راح تسجل على حساب الرقم. صحيح. سيتم تعميم رقمنة القطاع بصفة عامة في كل هذا لإصفاء الشفافية لكل مواطن ما يدي الحق يعني. وهو كذلك سيدة عرقاب فريدة مديرة مركز يابي الوزارة، شكرا لكم على الحضور على الاستفادة على كل هذه المعلومات، والشكر موصول أيضا للسيدة صليحة شرفاوي مديرة التجهيزات العمومية بالوزارة، شكرا لكم على كل هذه المعلومات. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ولنا عودة. أظن ونعود نعم زكريا نواصل النقاش في هذا الصدد. سيدة صليحة الشرفاوي، أنت تحدثت في نقطة مهمة جدا أود أن أعود إليها، وهي مسألة التصنيف الحصول على السكن. في كثير من الأحيان يتساءل المواطن يسكن في قرية له الحق في السكن ريفي، لكن هو شغال في وظيفة تقتضي أنه، هل فيه رؤية لتسيير هذه النقطة تحديدا أنه مواطن في مسألة الحصول على السكن الريفي أو غير ذلك من السكنات، كيف تتم الفصل في هذه الملفات والطعون؟ هي أولا رغبة المواطن، اولا رغبه المواطن تتحكم في اللي باش يدي السكن الريفي لازم تكون عنده قطعه ارض، لازم تكون عنده حيازه قطعه ارض، حيازه قطعه ارض في 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 منطقه ريفيه. نعم. اذا كان السيد المواطن هذا يشتغل في مدينه ولا، ويلاه راه ديجا عنده لا ريزيدونس فيها، وراه سواء عن طريق الايجار ولا، عنده الحق يروح للسكن عادل ولا يروح للترقوي العمومي على حسب الإيجار تاعه، على حسب المدخول الشهري تاع المواطن. ولكن الإعانة الريفية هي الشرط تاعها يكون عنده حيازة قطعة أرض. إذا العملية تتعلق بالحيازة. شكرا لكما على كل هذه التوضيحات سيدة عرقاب فتيحة، أرقعت فتيحة مديرة مركزية بوزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا الشكر موصول لسيدة صليحة الشرفاوي مديرة التجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة. فاطمة الزهراء، نمر الآن إلى هذا الفاصل لنعود لنستكمل النقاش مع ضيوفنا في هذا اليوم المخصص لحصيلة السكن والعمران، ونحن نحتفي بستينية الاستقلال. جو بر بحر، هم أشاوس الجيش الوطني الشعبي. جاهزية قتالية وعملياتية عالية. معدات ومنظومات أسلحة حديثة ومتطورة. إحياء للذكرى 60 لعيد الاستقلال وترسيخا لتقاليدنا العسكرية العريقة، وتحت إشراف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، ينظم الجيش الوطني الشعبي استعراضا عسكريا يوم الثلاثاء 5 من جويلية 2022 على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر. هذا الاستعراض سيبث على المباشر وعلى جميع القنوات التلفزيونية الوطنية. 5 من جويلية عهد قطعناه للجزائر في كل يوم يتجدد. تحيا الجزائر. من بطولات وأمجاد الرجال نشحذ الهمم ونزود العزائم، نحمل الأمال ونتطلع لجزائر كما حلم بها الشهداء.
الجزائر اليوم آمنة مطمئنة، يحتفل أبناؤها بذكرى استقلالها الستين، مشمرين عن سواعد التطوير والعصرنة، كل في مكانه وحسب اختصاصه. في سماء الجزائر الجديدة نحلق، نتنفس الاستقلال والحرية، ونعيش الأمن والاستقرار، ونمتلك سيادة القرار. من هنا على متن مروحية البحث والإنقاذ التابعة للسرب 560 لقوات البحرية، هنا عيون ساهرة تواكب الرهانات وترفع التحديات لصون الوديعة وحفظ السيادة. على أرضنا الطاهرة التي ارتوت بدماء شهداء، نحط بأقدام ثابتة هنا بالقاعدة الجوية للانتشار الثانوية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى. هنا ومن إحدى قلاع سليل جيش التحرير الوطني، عبق المجد الممتزج بالفخر والاعتزاز يفوح في أرجاء الوطن، فالذكرى 60 سنة على الاستقلال. همم عالية لأمانة غالية، حماة العهد، حصة خاصة بالستينية سهرة الأحد في 9 على القناة الإخبارية. قطاع السكن هو القطاع الذي يحمل من الأهمية الكبرى التي لا يختلف فيها اثنان لارتباطه المباشر بالمواطن، وهو واحد من أهم القطاعات الحساسة التي تولي لها الدولة أهمية قصوى، لأن السكن من أساسيات الحياة. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في هذا الفضاء المفتوح الذي يقترحه عليكم التلفزيون الجزائري بمناسبة 60 الاستقلال، والمخصص اليوم لقطاع السكن والعمران والمدينة. في المحور الثاني نسعد باستضافة السيد كمال زيدي، وهو مدير والتعمير بالوزارة. مرحبا بك سيدي. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة، ونحيي كل شعب جزائري على هذه المناسبة الكريمة والطيبة. شكرا، مرحبا، ونسعد ايضا باستضافه السيد رضا بوعري، والمدير العام للبناء ووسائل الانجاز. مرحبا بكم سيدي. شكرا للاستضافه سيدتي. مرحبا، سابدا اول سؤال لك سيد بوعري، وهو مستوحى ايضا من تصريح لكم بضروره ادراج النجاعه الطاقويه في مجال البناء والتعمير، وهي من اولويات القطاع. نتحدث عن هذه النجاعه الطاقويه، ماذا تقصدون بها، وما هي الاستراتيجيه التي تسطرها الوزاره من اجل ادراج هذه النجاعه؟ شكرا على هذا السؤال القيم. بالفعل يعمل قطاعنا، قطاع السكن والعمران والمدينه، على يعني الأخذ بعين الاعتبار مسألة النجاعة الطاقوية، لأنه كما يعلم الجميع بأن يعني قطاع السكن أو السكني أو الثلاثي هو يعني من بين القطاعات المستهلكة للطاقة بما يعادل 41 حتى 43%، وهو كذلك مسؤول يعني على ما يقارب 21% من انبعاث الغازات الحبيسة. لأجل هذا الغرض، وطبقا للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي، وطبقا كذلك لالتزامات الجزائر وتعهداتها على المستوى الدولي في إطار يعني مكافحة التغيرات المناخية، الجزائر التزمت في مساهمتها الوطنية بانخفاض يعني بخفض استهلاك الطاقة في آفاق 2030 بما يعادل 9%، وقطاع السكن جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. ولهذا الغرض يعني من بين أهم يعني المشاريع التي قمنا بها، وهي أولا وضع نظام
الجزائري 100% يأخذ بعين الاعتبار هو القانون الحراري للبنايات، هو إجباري التطبيق، يأخذ بعين الاعتبار يعني معاملة الحساب، كيفية يعني اختيار المواد العازلة، المواد الموفرة للطاقة، المواد الإيكولوجية وصديقة البيئة، وهذا من أجل يعني تقليص وترشيد استعمال الطاقة عبر هذا العزل الذي يتمثل في عزل الأغلفة الخارجية، عزل الجدران. نتحدث عن ترشيد الطاقة سيد بوعريوة، لو نتحدث عن مسجد الجزائر الجامع الكبير والذي اختير من بين 10 مساجد الذين سوف يعتمدون هذه التقنية، تقنية ترشيد استعمال الطاقة والصديقة للبيئة، أولا من أين بدأت هذه الفكرة يعني في البداية، وثانيا كيف سيتم تسييرها، خاصة أننا نعلم بأن جامع الجزائر هو ثالث أكبر أظن زكريا. نعم فاطمة الزهراء، استسمحك لي نربط الاتصال بالزميل أحمد خير الدين المتواجد بحي فيزي ببرج البحري، ويستضيف معه المدير العام لوكالة عدل السيد فيصل زيتوني. أحمد، هل لك أن تضعنا في صورة ما يجري عندكم؟ نعم، مساء الخير زملائنا الكرام في الاستوديو، مساء الخير لكل المشاهدين. إذن تتواصل الاحتفالات بذكرى ستينية عيد الاستقلال، وذلك بالإشراف على توزيع عدد من السكنات عبر مختلف ربوع الوطن. وزير السكن والعمران المدينة كان قد أعطى إشارة انطلاق هذه العملية صباحة اليوم من ولاية بومرداس، والآن نحن متواجدون بحي فيزي التابع لبرج البحري بولاية الجزائر العاصمة، وينضم إلي مدير وكالة عدل السيد فيصل زيتوني ليطلعنا على تفاصيل هذه العملية بالأرقام. مرحبا بك معنا سيدي على شاشة إخبارية تلفزيون الجزائري، نريد منك أن تضعنا في صورة هذا الحدث الذي يأتي دائما تحت احتفالا بستينية عيدي الاستقلال والشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إطلاق إشارة توزيع السكنات من طرف السيد وزير السكن والعمران والمدينة من ولاية بومرداس، أين كان أعطى الرقم، هو رقم كبير جدا، 160 ألف وحدة سكنية بمختلف أنماط السكنات، تم بعدها تسليم السكنات بالنسبة لولاية بومرداس، والآن انتقلنا إلى ولاية الجزائر العاصمة. عدد السكنات بالنسبة لوكالة عدل هو أكثر من 10700 وحدة سكنية متفرقة عبر عدة مناطق، منها عندنا لهنا في فيزي 1192، عندنا في درموش 600، عندنا في برقي 700 مسكن، عندنا في الحراش 400 مسكن، عندنا في سيدي عبد الله 3000 مسكن، وعندنا في بوينان، وهذا بوينان عندنا أكثر من 4000 وحدة سكنية، وكل هذه السكنات تحتسب إلى ولاية الجزائر العاصمة. سيد فيصل زيتوني، نريد أن نسأل أيضا عن المرافق الضرورية التي دائما ما يبحث عنها المواطن، والتي دائما ما نجدها مرافقة لكل سكنات عدل، لو تعطينا ربما صورة هذا الحي والسكنات التي ستوزع بالنسبة للمرافق الضرورية للمواطن. احنا جينا إلى الميدان وإلى المجمعات السكنية، اليوم درك نشوفوا المجمع هنا ومن بعد نشوفوا مجمع آخر حتى نعطي النظرة الحقيقية وبالكاميرات في الميدان. اكزامبل هذا المجمع السكني اللي هو فيه 2000 وحدة سكنية، فيه مدرستين موجودتين، فيه إكمالية هي تشتغل، وهناك ثانوية في طور الدراسة، وحث المرافق للأولاد، هناك ملعب للأولاد، وهناك اثنين لطوبوغون للأولاد الصغار، هذا حتى نعطي للمستفيد ولا من الساكن وإلى من لاكيرور نوع من الارتياح في السكن، لنطلب منهم هما مع حنايا باش نحافظوا على هذا السكن وحتى يفرحوا. حنا لوبوت تاعنا مع تحت اشراف ولا معطيات ولا وزير السكن والعمران والمدينه هو اعطاء الفرحه بمناسبه العيد الستين يوم الاستقلال.
وهذا هو المفيد. حتى فرحنا بالنسبة لوكالة عدل أكثر من 40,000 وحدة سكنية تسلمت عبر 33 ولاية. إذن مشاهدينا الكرام زملائنا في الاستوديو كانت هذه المعطيات التي قدمها مدير وكالة عدل السيد فيصل الزيتوني فيما يتعلق بهذه العملية، عملية توزيع السكنات التي تأتي في إطار الاحتفالية بستينية عيدي الاستقلال والشباب. هناك نقاط أخرى سننتقل إليها وسيكون هناك البث المباشر لتفاصيل أكثر. نعم شكرا جزيلا لك أحمد وشكرا لضيفك الكريم. إذن 10,700 مسكن من صيغة العدل ستوزع اليوم بالعاصمة، والجميل في تلك الصور فاطمة الزهراء هو هؤلاء الأطفال الذين كانوا يلعبون بتلك التجهيزات في خلفية الصورة. صحيح. من عند أحمد بحي فايزي بالعاصمة. ونعود لاستكمال النقاش مع ضيوفنا بالاستوديو السيد كمال زيدي مدير التعمير بالوزارة. أكيد أنه عمل مديريات التعمير بمختلف ولايات ولهم عمل كبير في التحضير لمثل هذه الأيام، أيام الفرحة ونحن نحتفي بعيد الاستقلال. أكيد أنه العمل كبير لمرافقة بناء المساكن وتوزيعها وتوزيع الفرحة على المواطن الجزائري في هذا اليوم، اليوم الكبير بمناسبة توزيع 160,000 مسكن بمناسبة ستينية الاستقلال. نعم شكرا على الاستضافة مرة أخرى. إذن المرافقة تبدأ أصلا من لا كونسيبسيون تاع التصورات الخارجية والداخلية قبل بداية الإنجاز. نعم. وفي خلال مرحلة التصور يقوم بتقنين كل هذه الفضاءات بما فيها الفضاءات اللي قمنا بشفناها وين الأطفال بالنسبة للطرقات، بالنسبة للمرافق العمومية الضرورية كما قالوا الزملاء اللي سبقونا في البلاطو. نعم. أنه هناك سكنات مدمجة. نعم. احنا دوكا وزارة السكن تحدد وتسلم برامج سكنية مدمجة بكل ما يحتاجه المواطن من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن يوميا، وخرجنا من هذيك وين البرامج السكنية بدون مرافق، بدون مساحة خضراء، بين طرق واسعة، بدون والمديرية التعمير محليا تقوم ديبوندامون من هذا كامل ب الفيار دي بريمير و سيكوندير بتوصيل جميع الشبكات، بتوصيل جميع الشبكات الثانوية والرئيسية إلى هذه المساكن قبل تسليمها. إذا العملية مرافقة لعملية البناء في حد ذاتها، وتصور العمل ينطلق من أول تصور لوضع تشييد هذه السكنات. نعم، وكانت تعليمات من السيد وزير السكن والعمارة والمدينة أنه يبدأ في الأشغال هذه تاع الأشغال الثانوية والرئيسية ماشي حتى يخلصوا البناءات، وإنما متوازيا مع كل هذا. نعم، وأدعوكم مشاهدينا الكرام وضيفي الكريم زكريا إلى متابعة. نعم. هذا الربط مع الزميلة مليكة بن عويشة من ولاية البليدة وعملية توزيع السكنات لما يقارب 6,000 وحدة سكنية. نعم زملائي من الاستوديو المركزي، إذن إنجاز السكنات هو مكسب اجتماعي ورهان تعمل من أجل تحقيقه وتجسيده الدولة الجزائرية. البليدة اليوم هي عين كغيرها من ولاية الوطن. قلت البليدة اليوم هي غيرها من ولايات الوطن عينة عما تشهده أو ما يشهده قطاع السكن من تطور. أزيد من 6,000 وحدة سكنية تستفيد منها ولاية البليدة، وهذه الآن أجواء تسليم المفاتيح وشهادات السكنات للمستفيدين بمقر ولاية البليدة، وهذا في حفل يشرف عليه ولي الولاية ويحضره أو تحضره السلطات المحلية والأمنية وكذا المجتمع المدني. الأجواء هنا مميزة، أقل ما يقال عنها أنها أجواء فرحة وبهجة. سنحاول أن نأخذ انطباعات بعض المستفيدين، تفضلوا معي. راني فرحانه بزاف بزاف والله، من الفرحه ما عرفتش نعبر. الحمد لله يا ربي، راني فرحانه بزاف بزاف،
نشكر رئيس الجمهورية خاصة وأنه تزامن هذا توزيع السكنات مع ذكرى عزيزة على قلوب الجزائريين ألا وهي عيد الاستقلال. الحمد لله يا ربي. نشكر السيد رئيس الجمهورية، نشكر السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي ولاية البليدة، ودامت الجزائر لأبنائها، وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بسم الله. والله غير يعني الفرحة هذه، الشكر لكل رئيس الجمهورية سيد تبون والوالي ولاية البليدة اللي تعب معنا، وفرحة هذه ما نقدرش نعبر لك عليها. ونشكر السلطات المحلية، والله يرحم الشهداء، وتحية الجزائر. انطباعك اليوم وأنت تستلم مفاتيح السكن تاعك؟ الفرحة هذيك ما نقدرش نعبر لك عليها، ما نقدر. راني اليوم شغل غير ما عاودت تخلقت من الفرحة هذه. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. وسنستقبل الآن سنستقبل الآن أو للحديث عن مجريات هذه العملية، نستقبل والي ولاية البليدة السيد كمال النويصر. مرحبا بك سيدي، هل لك أن تدعنا في مجريات هذه العملية؟ والله أفراح الجزائر تتواصل، تشاهدون معنا حفل عظيم بعظمة هذا الحدث عيد الاستقلال الذي قرن بهذا المكسب التنموي الهام، الا وهو استلام اقطاب سكنيه جديده والتي اصبحت عاده سنويه على مستوى ولايتنا. فبعد ان استلمنا قطب سكني منذ سنه تقريبا، ها نحن نستلم قطب سكني جديد وبحصة سكنيه موزعه تفوق 6000 مسكن. هذه هي جزائرنا، جزائر التجديد، جزائر التقدم، جزائر الرقي. شكرا سيدي الوالي. إذا كان هذا جانب من حفل تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين في إطار عملية توزيع السكن الكبرى التي تشهدها الجزائر. وهو كذلك مليكة، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم. وكم هي الصور التي تصلنا اليوم تباعا من خلال هذا اليوم المفتوح، وهذه الفرحة التي ترى على وجوه المواطنين الجزائريين والزغاريت المتعالية في كل مكان. الحصة مهمة وهي الأولى في الجزائر والمقدرة للتذكير ب 160 ألف وحدة سكنية، فمبارك لكل الجزائريين المستفيدين بهذه السكنات بمناسبة ستينيات الاستقلال. بالعودة للبلاتو، أذكر وأعود للسيد بوعري، وكنا نتحدث عن جامع الجزائر وهذه التقنيات والانتقال الطاقوي الذي تسعى الوزارة أيضا لتجسيده من خلال كل هذه المنشآت السكنية والتجهيزات. والله بالعودة إلى جامع الجزائر، كما يعلم الجميع هو يعني مشروع ضخم وضخم جدا، كما يعرف الجميع كذلك بأن المساجد هي مستهلكة للطاقة، ولهذا كان يعني إدخال الطاقات النظيفة وتزويد الطاقة للمسجد بطاقة بديلة للطاقة التقليدية لآتية من شبكة سوناغاز، ولهذا هناك يعني عمارة تقنية مخصصة إلى تزويد المسجد هياكله ومكوناته بالطاقة، إضافة إلى عزل الأغرفة الخارجية، عزل القباب، عزل مثلا عملية التصميم، عدم يعني اللجوء إلى فتحات في تصميم البيوكليماتيك من ناحية توجه المسجد. كل هذه الأمور التقنية وهذه التدابير اتخذت على مستوى التصميم، وكذلك تم الإنجاز فيها. ضف إلى ذلك الإنارة الخارجية وهي بالألواح الشمسية، ويعتبر أول مشروع في الجزائر أدخلت عليه جميع التدابير المتعلقة بنجاعة طاقوية والطاقات المتجددة، وهنا كان استرجاع مياه الأمطار لاستعمالها للوضوء، وكذلك عملية تسخين عن طريق يعني شبكة مغلقة محكمة يتم يعني التحكم فيها عن بعد عن طريق هذه العمارة التقنية التي يحوز عليها جامع الجزائر. جميل جدا، هو جامع صديق للبيئة 100%. بالنسبة للسكنات، أضيف نقطة أخرى، وكما تفضل به السيد وزير السكن والعمران للمدينة صباحا من ولاية بومرداس، أننا كذلك نشرع، تم إعطاء إنشاء إشارة انطلاق أول مسجد أخضر كذلك في الجزائر، وتتخذ فيه جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بنجاح. سنعود بالتفصيل لهذا المشروع المهم جدا بالنسبة وأيضا بالنسبة للمشاريع الأخرى. زكريا، الآن سوف نربط الاتصال بالزملاء من غرفة الأخبار لاتباع موجز الثالثة، وقبل ذلك فاصل مشاهدينا ولنعود بعد ذلك. نعم.
مدارس أشبال الأمة تنظم مسابقة انتقاء أشبال وشبلات الأمة تحسباً للدخول المدرسي 2022-2023. الالتحاق بمدارس أشبال الأمة مفتوح لكل التلاميذ والتلميذات الحاملين للجنسية الجزائرية والمولودين عام 2007 فما بعد، والحاصلين على شهادة التعليم المتوسط للسنة الجارية بمعدل يساوي أو يفوق 12/20، ومقبولين في السنة الأولى ثانوي شعبة العلوم والتكنولوجيا. الالتحاق بمدارس أشبال الأمة يخضع لمسابقة الدخول من خلال فحص طبي واختبار في التربية البدنية واختبارات كتابية في مواد الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا واللغة العربية. التسجيل في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة يكون حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني inscription.andian.dz/kadi. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز من الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية وبمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، بعث رئيس الجمهورية الأسبق السيد اليمين زروال بعث رسالة إلى الشعب الجزائري وفيما يلي نصها الكامل: الذكرى 60 للاستقلال واجب الذاكرة والوفاء. هناك محطات فارقة في التاريخ تتحدى ضمير الأمة ولا يمكن إغفالها أو تناسيها، ولقد أثبت الشعب الجزائري في العديد من المحطات عبر تاريخه العريق والحاضر أنه جسور بإيمانه وارتباطه بجذوره الثقافية وتمسكه بترابه الذي انتزع استقلاله بفضل تضحياته الجسيمة. ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال يغمرنا شعور بالمجد والمفخرة والشرف بسبب الانتماء إلى هذه الأمة العظيمة، ففي أعقاب تحريره تمكن هذا البلد من بناء دولة غيورة على سيادتها، قلقة على الاحتياجات العديدة لشعبها الذي خرج من ليلة استعمارية طويلة متضامنة مع القضايا العادلة وملتزمة تجاه الشعوب التواقة للسلام والحرية في جميع أنحاء العالم. حتى الآن لم تتحقق كل تطلعات شعبنا، إذ سجلت انتهاكات جسيمة في السنوات السابقة، ورغم ذلك ظلت شعلة نوفمبر وروحه راسختين في الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين. لقد عزز هذا الرصيد الثمين في كل محنة الوحدة الثابتة لشعبنا وتصميمه على تصحيح التجاوزات الخطيرة والتخفيف عن عواقبها. إن بلادنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى تكاتف أبنائها والتزامهم من أجل اجتثاث سلوكيات الماضي الضارة واستكمال بناء دولة حديثة جديرة بتضحيات شهدائنا، قادرة على مواجهة التهديدات والتحديات المتعددة للقرن 21. لقد تم التعبير عن هذه الأهداف والمطالب علنا وفي وضح النهار في 22 فبراير 2019 من خلال انتفاضة سلمية وعفوية لعشرات الملايين من المواطنات والمواطنين. حظيت هذه الثورة السلمية مثل ثورة نوفمبر بالكثير من الاحترام والإعجاب في جميع أنحاء العالم.
لقد كانت صنيعة عمل شباب متعطش للحرية ومرتبط بشدة بالمثل العليا لنوفمبر. كان هذا الانفجار الشعبي العظيم قادرا على وضع حد للاضطراب الخطير في تلك اللحظة، كما كان قادرا قبل كل شيء على إعادة الأمل لكل منا في إمكانية تجسيد حلم شهدائنا المجيد على أرض الواقع. كما نعلم جميعا فإن القفزات النوعية التي قام بها شعبنا تجلت دائما في أصعب لحظات تاريخنا، ولا يزال نجاح حربنا وكفاحنا ضد الإرهاب لسنوات وبوسائلنا الخاصة موضع إعجاب العالم وتقديرها. وفي الآونة الأخيرة وحتى يومنا هذا يواجه شعبنا ببسالة وباء هز العالم وتحدى العديد من البلدان، وعليه يدرك الشعب الجزائري أكثر من السابق حجم التحديات والتهديدات التي تنتظره، ويعي سبل الذود عن الوطن من هذه المخاطر بعد أن نضج من اختبارات وتجارب الماضية. الدفاع عن الأمة يمر قبل كل شيء بالتفاف كل الجزائريين حول أهداف مشتركة، كما أنه ينطوي على إشراك جميع مؤسساتنا في الحفاظ على شعلة نوفمبر المقدسة، لا سيما لدى شبابنا، فضلا عن واجب الذاكرة والوفاء. وبالمثل يجب الحفاظ على الروابط الفريدة التي كانت ولا زالت قائمة دائما بين الشعب الجزائري وجيشه، وتعزيزها في جميع الأوقات وبشكل دائم. كان الجيش الوطني الشعبي الوريث الجدير لجيش التحرير الوطني المجيد دائما في الملتقى وفي الخدمة الحصرية لشعبها، وهو يواصل يوميا الوفاء بالتزاماته الدستورية بنجاح، بينما يساهم بنشاط في إنعاش اقتصاد بلادنا. ويبقى الشعب الجزائري على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات الجسيمة، وهو مقتنع بأنه سينتصر بفضل وحدته وتصميمه على إقامة قطيعة مع سلوكيات الماضي الضارة من خلال إعطاء بلدنا دفعة حيوية جديدة من شأنها أن تبعث الأمل. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. اليمين زروال. وفي إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، احتضن الملعب الأولمبي 5 جويلية بالجزائر العاصمة سهرة أمس حفلا فنيا كبيرا نشطه ألمع الفرق الموسيقية والفولكلورية الجزائرية. الحفل حضره الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، وعدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان بغرفتيه، وعدد من الإطارات السامية في الدولة، بالإضافة إلى رؤساء مختلف الهيئات والمنظمات.
فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، قسم عبر الحدود من أقوى الأناشيد الوطنية في العالم، صوته حق وحرية ومقاومة. يا جيلك عشنا يا وطني، نبدي بالروح أراضينا، قد كنا الأمس مالقة بالحرب نذل أعادينا. الكشافة حاضرة بالراية الوطنية بصور شهداء الجزائر، وهي رسالة أننا نحافظ على أمانة الشهداء، ومن ثم مجموعة أخرى من الزهرات والأشبال حاملين للراية الوطنية الجزائرية. وتزامنا مع ستينية استرجاع السيادة الوطنية، أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي على إطلاق أكبر عملية وطنية لتوزيع السكن تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، وهذا ضمن الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن، وفي ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للطابع الاجتماعي. وزير السكن أكد من ولاية بومرداس أن جهود الدولة متواصلة، حيث عرض وبلغة الأرقام والإحصائيات الحصص الموزعة عبر مختلف الولايات، سواء بالنسبة للحصص التي يتم توزيعها اليوم أو الحصيلة الإجمالية للمساكن الموزعة في مختلف السياق منذ سنة 2020، وكذا أبرز الإنجازات التي يعرفها قطاع السكن. أقول من ولاية بومرداس، من عاصمة الهيئة التنفيذية المؤقتة، أعلن على الانطلاق في توزيع عبر جميع ولايات الوطن 160 ألف وحدة سكنية، هو أكبر عدد للسكنات الموزعة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. واخترنا للتوزيع عنوان، وهي الذكرى 60 للاستقلال الجزائر. هي سكنات مجهزة بكافة المرافق الضرورية للحياة، والتي من شأنها أن تضمن العيش الكريم من المواطنين، موزعة كالآتي: 37,699 سكن بصيغة البيع بالإيجار، 77,323 سكن عمومي إيجاري، و 6,294 سكن ترقوي مدعم، 2,595 سكن ترقوي عمومي، 18,374 سكن ريفي، 19,321 إعانة في إطار التجزئة الاجتماعية. عملية التوزيع مست كافة ولايات الوطن. إضافة إلى هذا الكم الهائل من السكنات الموزعة، يسعى القطاع السكن في إطار تحقيق أهدافه، أهداف التنمية المستدامة، إلى الالتحاق بهذا الركب من خلال الشروع في إنجاز مسجد أخضر، هو الأول من نوعه من الناحية الإيكولوجية، حيث يتميز بخصائص تجعله يتلائم والنجاعة الطاقوية واستعمال الطاقة المتجددة. وفي غمرة الاحتفال بستينية الاستقلال، تم اليوم بالجزائر العاصمة توزيع أزيد من 8,000 وحدة سكنية من مختلف السياق في حفل أشرف عليه والي ولاية العاصمة أحمد معبد، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية.
وبولاية البليدة تم توزيع مفاتيح أكثر من 6000 وحدة سكنية من مختلف السياق في حفل أشرف عليه والي الولاية كمال نويسر، وهذا بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني. وبولاية تيبازا تم تسليم مفاتيح المساكن ومقررات الاستفادة من 5732 وحدة سكنية من مختلف السياق في حفل أشرف عليه والي ولاية تيبازا أبو بكر الصديق بوسنتا. أشرف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة على حفل تخرج الدفعتين 6 و 7 للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وهذا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان. وزير العمل أكد أن المتفوقين من كلا الدفعتين سيحظون استثنائيا بالتوظيف المباشر في مناصب شغل دائمة على مستوى الهيئات التابعة للقطاع. وإحياء للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية دائما، شكل موضوع دور الأطفال إبان الثورة التحريرية محور يوم إعلامي نظمته اليوم الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحت شعار أطفالنا أبطالنا. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية فعالياتها بوهران، حيث ارتفع رصيد الجزائر من الذهب إلى 15 ميدالية ذهبية بعد فوز الملاكم يحيى عبدلي في وزن 63 كيلوغراما على منافسه الإيطالي جيان لويجي مالونغا. كما توج العداء الجزائري بلال عافر بالميدالية الذهبية في اختصاص القفز العالي، حيث تمكن من تسجيل قفزة قدرت بمرتين أو 24 سنتيمترا، ومحققا رقما قياسيا شخصيا جديدا له في هذا التخصص. المنافسة متواصلة وسط أجواء حماسية كبيرة، وفي يومها 7 مواجهات قوية تتقدمها رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة، ورفع الأثقال. أما بالنسبة للكرة الصغيرة فسيواجه اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد رجال نظيره الإسباني، فيما تواجه سيدات الجزائر في الرياضة نفسها المنتخب التونسي. فحظ موفق لكل الفرق والرياضيين الجزائريين. أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني أمس على مراسم تنصيب كل من المدير العام الجديد للجريدة العمومية الشعب جمال الإعلامي، والمديرة العامة الجديدة للجريدة العمومية المساء سميرة بالعمرية. وكان الإعلامي يشغل قبلها منصب مدير عام للجريدة اليومية العمومية المساء، فيما كانت السيدة بالعمرية تشغل سابقا منصب مديرة تحرير لجريدة الشروق اليومية. يذكر أن المدير العام السابق للجريدة العمومية الشعب مصطفى هميسي كانت قد أنهيت مهامه أمس الخميس لارتكابه خطأ فادحا. أمنيا، وفي عملية نوعية تمكنت بحر هذا الأسبوع قوات الشرطة التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من تفكيك نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية مكونة من 9 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 35328 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين. كما أسفرت هذه العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة عن حجز 4 مركبات سياحية و4 شاحنات كانت تستعمل في نقل وشحن المؤثرات العقلية من ولاية الجلفة إلى مختلف ولايات الوطن بغرض توزيعها، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المبيعات
والمتاجرة. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة عن جناية الاستيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبييض الأموال. دوليا، وفيما ينتظر أن يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ستيفان دي مستورا في جولته الثانية للمنطقة، أودعت أمس مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية شكوى جديدة ضد المغرب أمام مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي، تتعلق بمتابعات كيدية وأعمال قمع وتعذيب بحق 18 معتقلا صحراويا من مجموعة أكاديم إيزيك. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة بحول الله. بحر. هم أشاوس الجيش الوطني الشعبي، جاهزية قتالية وعملياتية عالية، معدات ومنظومات أسلحة حديثة ومتطورة، إحياء للذكرى 60 لعيد الاستقلال وترسيخا لتقاليدنا العسكرية العريقة، وتحت إشراف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، ينظم الجيش الوطني الشعبي استعراضا عسكريا يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر. هذا الاستعراض سيبث على المباشر وعلى جميع القنوات التلفزيونية الوطنية. 5 جويلية عهد قطعناه للجزائر في كل يوم يتجدد. تحيا الجزائر. من بطولات وأمجاد الرجال نشحد الهمم ونزود العزائم، نحمل الأمال ونتطلع لجزائر كما حلم بها الشهداء. الجزائر اليوم آمنة مطمئنة، يحتفل أبناؤها بذكرى استقلالها 60 مشمرين عن سواعد التطوير والعصرنة، كل في مكانه وحسب اختصاصه. في سماء الجزائر الجديدة نحلق، نتنفس الاستقلال والحرية، ونعيش الأمن والاستقرار، ونمتلك سيادة القرار. من هنا على متن مروحية البحث والإنقاذ التابعة للسرب 560 لقوات البحرية، هنا عيون ساهرة تواكب الرهانات وترفع التحديات لصون الوديعة وحفظ السيادة. على أرضنا الطاهرة التي ارتوت بدماء الشهداء، نحط بأقدام ثابتة هنا
بالقاعدة الجوية للانتشار الثانوي بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى. هنا ومن إحدى قلاع سليل جيش التحرير الوطني، عبق المجد الممتزج بالفخر والاعتزاز يفوح في أرجاء الوطن، فالذكرى 60 سنة على الاستقلال. همم عالية لأمانة غالية، حماة العهد، حصة خاصة بالستينية سهرة الأحد في 9 على القناة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في رحاب هذا اليوم المفتوح حول ستينية قطاع السكن والعمران بالجزائر، وقفة مع المكاسب والإنجازات، حيث في هذا اليوم شهدنا انطلاق أكبر عملية لتوزيع سكنات بالجزائر، حيث شهدنا توزيع 160 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من مختلف ربوع الوطن، وقد تابعنا عبر التلفزيون الجزائري تلك الصور للفرحة والاعتزاز بالانتماء للوطن، الفرحة بهذه المكاسب والاعتزاز بهذا الوطن في عيده. مشاهدينا الكرام، الآن نربط الاتصال بوهران حيث يلتحق بنا الزميل فتحي يعقوب. مساء الخير زكريا مهوبي، مساء الخير فاطمة الزهراء بن صافي، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى هذه النافذة الإخبارية، لهذه النافذة الإخبارية التي نفتحها بشكل يومي على الحدث الرياضي الدولي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إذا مشاهدينا الكرام الأصداء هنا بولاية وهران كلها أصداء طيبة، الوفود الأجنبية، البعثة الإعلامية الأجنبية، حتى هنا الصحفيين في قاعة التحرير المركزية كلها أصداء تثني على المستوى العالي في التنظيم، وتثني أيضا على حفل الافتتاح الضخم الذي أبهر العالم. إذن مشاهدينا الكرام كلها شهادات وكلها أصداء تدعونا للاعتزاز ببلدنا وتدعونا للافتخار بدولتنا وبقوة هذه الدولة التي تجلت في كل شيء والحمد لله. إذن مشاهدينا الكرام، وبمناسبة اليوم المفتوح الذي ينظمه التلفزيون الجزائري والذي خصصه اليوم للحديث عن قطاع السكن والعمران، ارتأينا أن تكون النافذة التي نفتحها عليكم التي نفتحها اليوم على ولاية وهران حديثا عن العمران وتطور النسيج العمراني هنا بولاية وهران. على كل، وقبل أن نبدأ النقاش نستمع إلى هذه الآراء، آراء مواطني ولاية وهران حول التطور الكبير الذي شهده النسيج العمراني بولاية وهران، ثم نعود لمواصلة النقاش. العمران شنو نقول لكم، في ولايه وهران راه في تزايد، العمران ما يحبش، يقول لك الولايه الزوجه في الجزائر، وراه زادوا هذو الالعاب، زادوا النص في العمران. شوف باللي مدن حاجه جديده، كاين اللي حاجه ترمو، كاين اللي بنايات ورد اخرين جدد، تحس باللي كاين تطور شويه، البنيه بدات في وهران تتحسن. كي تشوف العمران هنايا تعرف باللي بزاف حضارات تعاقبت على مدينة وهران. عندي 3 سنين ما جيتش لهنا، تبدلت الطريق العمران. نظرة اللي شتاكم ما قال اليوم هذا حاجة كما قال تشرف بلادي. كل ما نجو عام العام اللي من هنا نلقاها زادت، كل عام زدنا نلقاها زادت، وهران زايدة قد طور. بني ريت قمر يطور بدوارنا نضيفة إن شاء الله، ورجعت قلت كما كدائما إن شاء الله.
عودة إليكم إذن مشاهدينا الكرام، وعودة لمواصلة هذا النقاش بعدما استمعنا إلى آراء المواطنين حول التطور الكبير الذي يشهده النسيج العمراني هنا بولاية وهران. باسمكم جميعا إذن مشاهدينا الكرام أسعدوا باستضافة المهندس جلالي طهراوي، وهو الأستاذ الجامعي والمدير العام لمجلة مدينة، المجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية والبناء والعمران. سيدي مساء الخير وأهلا بك في هذه النافذة الإخبارية الخاصة. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. وللملاحظة أنا ما استمعتش للتعليق، يعني ما الآراء المواطنين ما وصلتنيش. شكرا على الاستضافة. على كلها كانت آراء في الحقيقة مثمنة للتطور الكبير الذي يشهده النسيج العمراني هنا بولاية وهران. بداية أستاذ، تعرف أن مدينة وهران هي مدينة جزائرية، مدينة عربية، إسلامية، إفريقية، متوسطية، كل هذه التركيبة وكل هذه المكونات التي تشكل هوية ولاية وهران، كيف تجلت في النسيج العمراني؟ لا، هي طبعا هي المدينه تكون المدينه التعريف الاولي نتاعها هي تجمع سكاني، اذا حتميا المدينه هي راح تكون صوره للسكان نتاعها حسب الاراء نتاعهم، الثقافه نتاعهم، الديانات نتاعهم. ووهران تاريخيا يعني كانت عاصرت عده حضارات وعده ثقافات، وما ننساوش بان الموقع الاستراتيجي لمدينه وهران خلاها هي تكون دائما محل الغزوات، واذا لذلك طرقت لعده فترات من الاحتلال، وهذه الفترات هذه كل فتره خلت البصمه نتاعها في المجال العمراني. لكن هنا أنا نظن أنه من أهم ما يكون أن الساكن يعني المواطن الجزائري وساكن وهران وكذلك المسؤولين عن مدينة وهران هي لازم تكون عندنا نظرة يعني اكتسابية، يعني يفوكون ساكابار ست هيريتاج، هذا إرث يعتبر لنا حتى مكسب. ولو مكسب لنا حتى ولو كان إرث خلاوه مستعمرين. احنا الان الحمد لله المستعمرين خرجوا، ورانا في صدد الاحتفال ب 60 سنه للاستقلال الجزائر. اذا هذا الارث لازم نفتخروا به، ودائما انا عندي صوره نكررها للزملاء في خضم الاحاديث في مثل هذا الامور، وهو ان مره كنت في زياره، كنا في مع العائله في زياره الى اسبانيا في مدينه مالاغا، وواحد يعني المكلف بالسياحة أنا سألته قلت له ما هي الأماكن التي يمكن زيارتها في مدينة مالاغا، قال لي يمكن، أعطاني بعض المتاحف، أعطاني مثلا متحف بيكاسو، وفي آخر المطاف قال لي وإذا أردتم زيارة مدينة جدودنا روح للقصابة. ضحكت انا قلت له قصابات، يعني شوف عملية التبني الإرث الحضاري، شوف وين وصلت في عند الحضارات الاخرى. احنا كذلك لازم نكونوا نعتز بالارث الحضاري نتاعنا بكل مكوناتها. بكل مكونات بالتاكيد. الان ولايه وهران تشهد تطورا عمرانيا كبيرا جدا، نسيجا عمرانيا متنوعا، توسعا عمرانيا، هناك مدن جديده ايضا تم استحداثها في ظل هذه الحركيه التي يشهدها العمران بولايه وهران، كيف يمكن ان نحافظ على هذه الهويه مع المحافظه ايضا على السرعه في عمليه التوسع العمراني يا استاذ؟ والله في الحقيقة كاين مثل قديم يقول لك السرعة عدوة الكيفية، ولازم ما نخلطش بين السرعة والتسرع في خاصة في الإنجاز، لازم تكون هناك سرعة في عملية الإنجاز عموما، يعني بالنسبة لأي مشروع. لكن في غالب الأمور احنا واش نلاحظوا أن السرعة هذه تكون خصيصا غير في مجال الدراسات، يعني في الدراسات في المخططات والدراسات الأولية بالنسبة لأي مشروع، كل يعني حتى الطالب البسيط، الزبون البسيط كيجي باش يبني البيت تاعه يجي عند المهندس المعماري مقلق، يقول له ماذا بيا تكمل لي في شهرين ولا ثلاث شهور، وهو البناء تاعه رايح يقعد له خمس سنين. احنا ماذا بينا يكون التوازن ما بين الدراسة والإنجاز، لخاطر شحال ما نربحوا
عملية تدقيق الدراسات نربحوا في عملية الإنجاز. لذلك دائما يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار مدة الإنجاز بالنسبة للعمليتين، يعني الدراسات وكذلك الإنجاز. ولا تسمح لي يعني في البلدان المتطورة عملية مثلا بالنسبة لمدرسة ابتدائية تكون عملية الدراسات في 4 سنوات ولا 3 سنوات، ولكن عمل الإنجاز في 6 أشهر. عمل الإنجاز في لأن كل الدراسات موجودة ومتواجدة. جيد أستاذ، هناك مسألة أخرى مهمة جدا أيضا، لأنه من المهم أيضا أن نثمن هذا الحركية التي يشهدها العمران في الجزائر، ونثمن أيضا هذا التوسع العمراني، ونثمن أيضا تشييد هذه البنايات. أستاذ، هي طبعا هي التثمين يعني ما نقدروش نقولوا لا ما غير موجود ولا الحركيه غير موجوده، لكن احنا دورنا يعني كمهندسين ودورنا كجامعيين ولا بين قوسين يعني مفكرين بسطاء. طرحت على احد التقارير، لو تسمح استاذ، ومن المهم تثمين هذه التقارير التي تشيد بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا. تصنف دائما الجزائر انها تملك مدن تعتبر الاولى على المستوى الإفريقي من حيث سرعة التوسع. أستاذ، نعم، لكن هناك دائما مبتغى لازم الهدف نتاعنا يكون ما هو الهدف، يعني هل الإنجاز السريع وفقط وإلا الإنجاز السريع والدائم. وباش نوصلوا للإنجاز الدائم لازم علينا تكون عندنا نظرة خاصة للكيفية، ماشي غير الكمية. يعني الآن رانا في الكم ومشي غير احنا، كاين دول كثيرة جربت هذه الطريقة تاع الإسكان أكبر عدد ممكن من الساكنة في ظرف قليل، لكن لازم تكون ازدواجية في التفكير بالنسبة للكمية والكيفية. وهناك يعني على سبيل الذكر أحياء اللي تشوفهم ما شاء الله، يعني فيها كان فيها هذه الازدواجية بين الكيفية والكمية. ما لازمش الكمية تطغى، لأنه هناك الكثير من المنظمات الدولية أستاذ أشادت في الحقيقة خاصة بالمدن الجديدة المستحدثة وبالمستوى الراقي لهذه المدن الجديدة. أستاذ، مثلا هناك الكثير من المدن، نتحدث مثلا عن مدينة سيدي عبد الله في العاصمة والعديد من المدن التي تم استحداثها مؤخرا. لا، لكن احنا من حقنا، يعني احنا أولا جزائريين، نعم، وجامعيين جزائريين، نحن نظن باللي الدور المنتظر منا من طرف الشعب ومن طرف حتى السلطات ولا هو باش تكون عندنا احنا عندنا التفكير اللي يكون كأداة للتطور من اجل ان نتحسن اكثر. هذه هي النظره، يعني حتى لو كان حتى يعني بالنسبه لرانا في مجال الرياضه، حتى بالنسبه للرياضيين، انا يعني وعندي تاريخ رياضي ما نشوفش مدرب من يكمل حتى وين البطل يعني يدي الميداليه الذهبيه يهنيه في ديك الساعه يصفق عليه. صحيح. لكن الغدوه صباح يقول لها عندنا هدف واحد اخر لازم نوصلوا له. نفس الشيء بالنسبه لنا في عمليه الانجاز، احنا صحيح. دائما واسمح لي ما ذكرتلكش، يعني بجانب من النشاط نتاعي انا مهندس معماري، ما شاء الله الله يسلمك، مهندس معماري، يعني انا امارس. صحيح. وكان عندي انجاز في ناحيه السكن، لكن هذا الانجاز اللي انجزته انا شخصيا مع مرقي عقاري هنا في يعني على بعد كيلومتر. الاستاذ جلالي طهراوي هو ايضا استاذ جامعي ويحرص على ان يكون نخبه من الطلبه قادره على تقديم الاضافه المرجوه للعمران في الجزائر. الدكتور الأستاذ المهندس جلالي طهراوي، مدير مجلة مدينتي وهي المجلة كما أشرنا المتخصصة في الهندسة المعمارية والبناء والعمران، والأستاذ الجامعي أيضا بكلية الهندسة هنا بولاية وهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة والتفاصيل والمعطيات. نلقاك بالتأكيد في فرص لاحقة بحول الله. إذا المشاهدين الكرام، إلى هذا الحد ينتهي هذا اللقاء الذي خصصناه اليوم، هذه النافذة التي فتحناها اليوم من هنا من وهران للحديث عن التطور الكبير الذي يشهده النسيج العمراني في الجزائر. على كل، المواكبة الإخبارية لهذا الحدث الرياضي العالمي الذي تحتضنه الجزائر والباهية وهران سيستمر من خلال نوافذ إخبارية أخرى. عودة إليكم زملائي في البلاطو المركزي، زكريا مهوبي وفاطمة الزهراء بن صافي.
شكرا لك فتحي يعقوب على كل هذه التوضيحات، وشكرا لضيفك الكريم، وبالتوفيق لكل الرياضيين فيما تبقى من منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. فاطمة الزهراء، سنعود لاستكمال نقاشنا حول ستينية قطاع السكن والعمران بعد هذا الفاصل. هنا تطيب النفس ويرتاح الخاطر ويتآلف الماضي مع الحاضر، هنا يستبشر الناظر. الحمد ربي، من سي سلفو ما كاش اللي حوس علينا احنا، حتى جا المشروع تاع تبون اعطانا فرصه لا تعوض. مناطق الظل طلع عليهم يعطيهم الصحه. تشرت بوقتنا هذه قبل 2018 كانت ما تكزيستيش كاع. هذه نعمه، هذه زعما كنت شفتها نعمه، واحد ما يكونهاش هذه. شكون اللي كان يتفكر، شكون كان باغي يدير باللي زعما الريف يولي كيما هكا؟ هذا الشكر على الرئيس هاكينا تيزي الخميس، ياخذ يخدم نمان، ياخذ ماغ دافريد، ياخذ ماغ كل شيء. في ظرف تاع 6 شهور ولا 7 شهور كان كلش موفر، من الماء للطريق للسينيسمو للكليراج. الحمد لله. بشرني تراس في نومي يسألني، نلقى روحي معاه نتحدث بجهار، وأعطاني مفتاح أمرني بالحل، ومشيت معاه وفتحنا ذا الدار. يا حليلي بعليه من هلل وطل، والجزائر ضاوية في وسط فنار، الجزائر يا الحرة بنت العصر. غادي نوصف فيك يا حرة الأحرار، غادي نوصف في شبوبك ونمثل الجزائر البيه يا عرم الأوكار. كنا يعني في ظلام، منطقة ظلام، اليوم رانا في النور، اليوم رانا الحمد لله، يعني ما شاء الله. دارونا الطريق حتى لباب الدار، البيس يجي حتى للبيت يدينا، ناكلوا وجبات ساخنة. تجديق تشبح ذا غين تخدم الكرة جي قرارك نظارا وصافي بليزير. هذو الأشياء كل ما كناش ما كانش الواحد يتصور يكونوا في يوم من الأيام في تزبخ. كثر خيرك يا سي تبون، والله يهني البلاد تاعنا. هذا نحوسوا عليه، هذا هو الطريق الحقيقي نحوسوا عليه. وربي يكون معاه، راه يعاون فينا، ربي يعاونوا فينا هو ان شاء الله. وعد بالعاد تاعو وفى به، وقف ما شاب القليل وما شاب الجزائري، والحمد لله. اللي ما شكرش هذه النعمه راهو جاحد. تراب عندك، سلم عليه تراب هذا، سلم عليه تعشوا هذا، ابرا هذا ترابنا هذا. هذا تراب نموتوا عليه. ها 60 درجة تنمية تحت الظل. سهرة السبت في 9 على القناة الإخبارية. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية متجددة، متواصلون معكم في هذا الفضاء المفتوح الذي يقترح عليكم التلفزيون الجزائري بمناسبة ستينية الاستقلال والمخصص لعيدي أو أقول المخصص لقطاع السكن والتعمير. كما تابعنا الآن من عروس البحر الأبيض المتوسط وهران إلى عمق الريف الجزائري، المواطن الجزائري في صلب اهتمامات الدولة والتنمية وعجلة التنمية متواصلة، وذلك لكي تمس وتخدم المواطن الذي يضعه وتضعه الدولة الجزائرية في طليعة اهتماماتها. وبالعودة للنقاش في المحور الثاني، نذكر بأننا نتابع هذا النقاش مع السيد رضا بوعريوة وهو المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، والسيد كمال زيدي وهو مدير التعمير بالوزارة. سيد بوعريوة، لو نعود في نقطة مهمة كما تابعنا قبل قليل في هذا الربط المباشر مع وهران مع الزميل فتحي يعقوب، كان يتحدث عن كل هذه المنشآت والتهيئات الجديدة التي استفادت منها وهران، أولا المسجلة يعني كغرار الولايات الأخرى، ولخصوصية عروس البحر الأبيض المتوسط عند احتضانها لهذا الحدث المتوسطي، الألعاب المتوسطية، العديد من المنجزات، نذكر منها مثلا الملعب المفخرة، الملعب الأولمبي ميلود هدفي، ومنشآت أخرى، يعني أيضا إعادة تهيئة منشآت رياضية أخرى وحصص سكنية أخرى مخصصة لهذه الولاية. في هذه النقطة تحديدا نذكر نقطة النوعية والجودة في البناء، وأيضا إعطاء الأهمية وتشجيع المنتوج الوطني من خلال كل هذه الإنجازات. كنا قد تابعنا الوزير قد أعلن كل هذا فيما يخص الولاية. شكرا. بالفعل كما تفضل به السيد وزير السكن العمران والمدينة، الحمد لله يعني اليوم المكسب الهام يعني اللي عرفته الجزائر ومدينة وهران بالضبط، ألا وهو هذا المركب الأولمبي، وخاصة الملعب يعني ذو سعة 400 الذي يتسع إلى 40,000 متفرج، مفخرة يعني لما قطاع السكن والعمران والمدينة، لما السيد رئيس الجمهورية اتخذ القرار ب يعني تحويل تسيير الملعب الى القطاع اللي هو المختص بالطبع في البناء. نعم. في سبتمبر 2021 انذاك كان يعني نسبه تقدم الاشغال تقدر ب 47%. صحيح. مده يعني من نوفمبر الى يعني افريل يعني انجز ما لم ينجز في مده 4 سنوات، وهذا يحسب للقطاع. ونحن اليوم يعني في يوم مخصص للحصيله نفتخر، لانه كانت مقاولتيه جزائريه، سواعد جزائريه، كان نظام خاص لتسيير الورشات بنظام 3 في 8. نعم. كذلك جميع الكوادر يعني والكفاءات الجزائريه سخرت من اجل يعني رفع التحدي، والحمد لله يعني حققنا الهدف، وخير دليل يعني يوم افتتاح الالعاب اللي شهدت يعني انبهار، وكان يعني حدث هام ومهم. صحيح. للجزائر، ويتزامن مع يعني الاحتفال بذكرى 60 لاسترجاع السياده الوطنيه. اعود الى سؤال الشطر الثاني من سؤالكم المتعلق بالجوده. احنا الجوده يعني اضافه الى الكم الهائل نولي الجوده والنوعيه اهميه كبيره. صحيح. وهذا عبر حزمه من الاجراءات التي قمنا باتخاذها، اولا من ناحيه التنظيم التقني للبناء، هناك يعني وثائق تقنيه تنظيميه لتخص الحساب وكذلك التنفيذ، وكذلك من ناحيه اجباريه اللجوء الى المنتوج الوطني، وعبر يعني تكييف دفاتر الشروط، عبر يعني قرارات منشوره في الجريده الرسميه. والحمد لله اليوم كذلك افتخار ان قطاع السكن الحق باش ينجز السكن 100% جزائري بمواد ومدخلات ومكونات ومنتجات البناء اللي تتماشى أو هي مطابقة للمعايير المنصوص عليها، هي المواصفات التقنية أو خصائص الوثائق التقنية، تبرز خصائص فيزيائية، كيميائية، خصائص العزل، كل شيء يعني متطابق. وهو يعني بالإضافة إلى هذا نقوم يعني بتعزيز الرقابة وتشديدها على مستوى الورشات. صحيح. وهذا عبر مكاتب الدراسات، كذلك عبر الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، وهو إخضاع عينات قبل يعني تنفيذ. قبل يعني وفي ذكرها 50 لإنشائها كان الوزير قد ذكر بضرورة تصدير هذه الخبرات 5 سنوات تقريبا. نعم. 5 عقود من الخبرة، يعني نقطة تجربة مهمة جدا يبدو من الإشارة إليها. والله الهيئة الوطنية المراقبة التقنية، وأنا يعني حصل لي شرف أني ابن وخريج هذه الهيئة. نعم. أنه يعني مدرسة ويعني أنجبت يعني العديد من المهندسين
لأثبتوا يعني خبرتهم وكفاءتهم في إطار يعني مراقبة المشاريع الكبرى، وجميع المشاريع الكبرى منها جمال الجامع العظمي للجزائر، منها المركب المنشآت الرياضية اللي شفناها، نعم. هذه تم إخضاعها للمراقبة من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، التي اليوم تحصي على أكثر من 1000 مهندس، يعني مدة تكونوا يعني 200 مهندس مختص في التجهيزات الكبرى، في التجهيزات الكبرى، يعني وهذا من في إطار يعني المهمة الرئيسية وهي تحديد المخاطر، إضافة إلى هذا يعني من أجل النوعية لهذا قمنا بيعني تمديد مهام الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية CTC إلى بما يسمى مراقبة الأشغال الثانوية والأجزاء التقنية، ومن أجل يعني رفع يعني بلوغ الأهداف المشهودة، وهي يعني مباني ذات يعني متطابقة للمعايير وآمنة وسليمة، وكذلك تتوفر على أساليب الراحة والديمومة. نعم أستاذ ريدا، مشهودات كبيرة تقوم بها هذه الهيئة، و كفاءة عالية واقتدار كبير لكل المنتسبين لهذه الهيئة، وأستسمحك لأن نربط الاتصال بولاية ميلا حيث تلتحق بنا الزميلة أمينة بعطوش لرصد أجواء الفرحة بتوزيع السكنات في هذا اليوم الاحتفائي في ستينية الاستقلال بتوزيع السكنات عبر مختلف ولايات الوطن. إليك أمينة. شكرا لكم زملائي بالاستوديو المركزي، نواصل تغطيتنا لمجريات عملية تسليم السكنات للمستفيدين، هي فرحتنا اليوم والفرحة نتقاسمها اليوم معهم، نتقاسم أيضا الفرحة اليوم مع المستفيدين المتواجدون بولاية ميلا. ولاية ميلا اليوم تم اليوم توزيع ما يفوق 1300 وحدة سكنية بمختلف السياغ، لذا يحضر معي اللحظة السيد عبد الوهاب مولاي وهو الذي أشرف شخصيا على تسليم هذه السكنات للمستفيدين. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بك سيدتي. أكيد سيدي الوالي، الحظيرة السكنية بولاية ميلا تعززت خلال هذه السنوات بحصص سكنية متنوعة. نعم سيدتي، بالنسبة للحظيرة السكنية بولاية ميلا بلغت حوالي 207,227 وحدة سكنية، اللي قدرنا أن نتم توزيع الشيء اللي تم توزيعه من السابق إلى غاية اليوم حوالي 58,938 وحدة سكنية من مختلف السياق، وبالتالي ستكون سنة 2022 سنة توزيع السكن بولاية ميلا بامتياز، وسنترقب خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله توزيع ما يفوق 5,000 سكن بمختلف السياق. أكيد سيدي، مواصلة لمجهوداتكم فيما يخص تحسين الظروف المعيشية للمواطن وهي أولوية القطاع، أكيد حصة الأسد ستكون للسكن الاجتماعي الإيجاري. نعم سيدتي، احنا ما يغيبش عليك أنه السكن العمومي الإيجاري كان فيه توقف هنا نظرا لانعدام الوعاء العقاري لإنجاز هذه السكنات، والحمد لله بفضل الجهد نتاع الجميع اليوم ما بقى لي حتى سكن واحد اجتماعي اللي موش منطلق. السكنات الاجتماعية كلها موتدة في ليسيت هذو ومنطلقة، وبالتالي هنيئا لسكان مدينة ميلا، والبقية إن شاء الله ستأتي في الأشهر القليلة القادمة. أكيد اليوم الحظيرة تعززت وتنوعت أيضا بصيغة مختلفة، أيضا صيغة أيضا أو برنامج عدل اليوم في ولاية ميلا. برنامج عدل لكم شهدتوا معنا في توزيعات سابقة، حضرتوا معنا في عملية التوزيع، واليوم هاكم شهدتوا معنا توزيع حوالي 323 وحدة سكنية خاصة بعدل، ونحن في صدد إتمام ما تبقى من هذا البرنامج. البرنامج كم يضم؟ برنامج ثري في ولاية ميلا حوالي 1500 هكذاك وحدة سكنية، الشيء اللي قدرنا نوزعه وزعناه، والشيء اللي باقي رانا راح نوزعه. أكيد شكرا لكم سيدي الولي، هي جهود وإنجازات
تؤكد كسب رهان تحسين الظروف المعيشية للمواطن. ونواصل نحن تغطيتنا الإخبارية ونتقاسم الفرحة مع المستفيدين بولاية ميناء. العودة إليكم زملائي بالاستوديو المركزي. شكرا لك آمنة. ونواصل نعم رصد الفرحة من مختلف ربوع الوطن، ونعود لاستكمال النقاش هنا مع ضيوفنا بالاستوديو. السيد كمال زيدي مدير التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة. السيد رضا كان تطرق إلى النجاعة الطاقوية، الآن نتحدث عن ملف نجاعة في التسيير والتوجه في تسيير العمران والتعمير عبر الرقمنة. هل لك أن تحدثنا سيدنا الكريم عن الجديد في تسوية البنايات وكذا رقمنة عقود التعمير وكذا رقمنة عقود رخص البناء؟ رخص البناء نعم. شكرا سيدي. إذا كان سمحت لي نبدأ بالشكل تاع الخاص بالرقمنة عقود التعمير، لا سيما رخص البناء اللي كان أعلن عليها السيد وزير السكن العمار والمدينة، وتم الانطلاق في العملية من ولاية بومرداس. نعم. والعملية في هذه كاين بومرداس، قسنطينة، وهران وورقلة، أربع ولايات في انتظار تعميم العملية على كامل التراب الوطني. وسيتم الانطلاق كذلك على مستوى البلديات، لأنه للمعلومة المعلومة اللي يعرفها المواطن أنه رخص البناء حسب الاختصاص تسليم تاعها، كاين اللي يسلمها رئيس البلدية إذا من اختصاص الشباك الوحيد للبلدية، وكاين اللي يسلمها السيد الوالي او الوالي المنتدب او السيد الوزير المكلف بالتعمير. فالدراسه تاع الملف رخصه البناء يتم على مستوى الشباك الوحيد للولايه. اذا عمليه الرقمنه جات بهدف بسيط وهام جدا في نفس الوقت، اللي متزرة العوفيه هنا تاع الحراش. متزرة الحراش هي متزره رهيبه، ارتكبت من الخامس الى السادس أبريل 1832 في البوليدة. استماتة السكان خلال الفرنسيين يرتكبون مجزرة رهيبة. من أوحى بالفكرة إلى الألمان في الحرب العالمية الثانية؟ أول مجرم بعظام الموتى هم هؤلاء الفرنسيين. ذاكرة لا تموت قريبا. يطيب النفس ويرتاح الخاطر ويتآلف الماضي مع الحاضر، هنا يستبشر الناظر. الحمد ربي من سي سلفو ما كاش اللي حوس علينا احنا، حتى جا المشروع تاع تبون اعطانا فرصه لا تعوض. مناطق الظل طلع عليهم يعطيهم الصحه. تشرت بوقتنا هذه قبل 2018 كانت ما تكزيستيش كاع. هذه نعمه، هذه زعما كنت هذه نعمه واحد ما يقولهاش. شكون اللي كان يتفق شكون كان باللي يدير باللي زعما الريف يولي كيما هكا؟ هذا الشكر على الرئيس ساقينا تيزي الخميس ياخذ يخدم نمان ياخذ ماغدا فريد ياخذ ماغد كل شيء. في ظرف تاع 6 شهور ولا 7 شهور كان كلش موفر، من الماء للطريق للسينيسمو للكليراج. الحمد لله. بشرني تراس في نومي يسألني، نلقى روحي معاه نتحدث بجهار، وأعطاني مفتاح أمرني بالحل، ومشيت معاه وفتحنا ذا الدار. يا حليلي بعلي من هلل وطل، والجزائر ضاوية في وسط فنار، الجزائر يا الحرة بنت العصر. غادي نوصف فيك يا حرة الأحرار، غادي نوصف في شبوبك والمثل، الجزائر البيه يا عرم لوكار. كنا يعني في ظلام، منطقة ظلام، اليوم رانا في النور، اليوم رانا الحمد لله، يعني ما شاء الله. دارنا الطريق حتى لباب الدار، البيس يجي حتى للبيت يدينا، ناكلوا وجبات ساخنة،
تصدق تشبح باغين تخدم الكره تجي قرارك نظرا وصافي بليزير. هذو الاشياء كل ما كناش ما كانش الواحد يتصور يكونوا في يوم من الايام في تزبح. كثر خيرك يا سي تبون، والله يهني البلاد تاعنا. هذا نحوسوا عليه، هذا هو الطريق الحقيقي نحوسوا عليه. وربي يكون معاه، راه يعاون فينا، ربي يعاونو فيني هو ان شاء الله. وعد بالعهد تاعو وفى به، وقف مع الشعب القليل ومع الشعب الجزائري، والحمد لله. اللي ما شكرش هذه النعمه راهو جاحد. تراب عندك سلم عليه، تراب هذا سلم عليه، تعشوا هذا الابره، هذا ترابنا، هذا تراب نموتوا عليه. ها 60 درجة تنمية تحت الظل. سهرة السبت في 9 على القناة الإخبارية. 60 سنة لاستقلال الجزائر، ورشات مترامية في كل المجالات وفي كل القطاعات، قطاع وسكن والعمران والمدينة، هو الورشة المفتوحة منذ سنوات من التلبية لاحتياجات المواطن الجزائري والذي تضعه في الطليعة. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في تتمة هذا اليوم المفتوح الذي يختاره عليكم التلفزيون الجزائري بمناسبة 60 الاستقلال. زكريا. نعم فاطمة زهراء، ويشار إلي أن الزميل أحمد خير الدين معنا على المباشر من القبة بالعاصمة لمتابعة عملية توزيع السكنات، حيث أن العاصمة توزع بها اليوم أكثر من 10700 مسكن في إطار البيع سكنات البيع بالإيجار. إليك أخت خير الدين. إذن مساء الخير لك زكريا ولفاطمة الزهراء ولكل المشاهدين الأكارم. إذن كما قلتم تتواصل عملية توزيع السكنات عبر مختلف ربوع الوطن، وهنا في العاصمة أيضا أين يتم توزيع أزيد من 10000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. العملية التي كان قد أشرف أو أعطى إشارة انطلاقتها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي صبيحة اليوم من ولاية بومرداس هنا في القبة. تواصل العملية حيث تم منذ قليل توزيع مقررات الاستفادة أو مفاتيح سكنات لعدد من المستفيدين الذين سجلوا أو استفادوا في إطار المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. للحديث حول هذه العملية أتشرف بأن يكون معي هنا في هذا المباشر مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد محمد رسيم غالم، الذي سيضعنا في تفاصيل هذا الحدث الأرقام والمعطيات الكافية. تفضل. شكرا أخي. فيما يخص تكملة للتوزيعات تسليمات المفاتيح التي كان أعطى إشارة الانطلاق صبيحة اليوم معالي وزير السكن والعمران والمدينة من ولاية بومرداس بمناسبة ذكرى الاستقلال والشباب، الآن احنا متمركزين متوقعين في موقع 251 مسكن ترقاوي عمومي بالقبة. هذا الموقع اللي كان متوقف كان اعطى فيه السيد الوزير دي زوبجيكتيف فيرم بور لا كلوتور دو بروغرام ال بي بي. الان هذا لو سيت اللي دوتي دو تو لي كوموديتي، غاز، الكتريسيتي، غاز، لي زير دو جو، تو لي اسباس. الحمد لله. فيما يخص التسويق كان مشكل وين كان يعاني منه المكتسب، وكان وزير السكن والعمران اعطى تعليمات صارمه بور لابليكاسيون دو لورد كرونولوجيك لو برومي انسكري لو برومي سيرفي. الحمد لله جميع المكتسبين اليوم راهم فرحانين بهذا القرار. فيما يخص الرقمنه، جميع تو لي بروجي دو لا سوسيتي كل كو سوا ان ستوك مخزون ولا ان بروجي ان نوفو بروجي الي مي سو فونت بار سيستم بلاتفورم نيميريك. يعني المكتسب يماركي في لا بلاتفورم نيميريك، ما يبعثش دوسي، ان دوسي سورا ترونسمي، ان اس ام اس سورا ترونسمي او سوسكريبتور افان دو ديبوزي سون دوسي. بار لا سويت ان اس ام اس سورا ترونسمي او سوسكريبتور بور بايي تو لي زوفي المستحقات، ويتبع تكون تتبع تاع تقدم الاشغال يكون اونلاين. والبيع هذا التقدم مندمج على البيع على التصاميم، يعني واش خولت به لا لوا 1104 دو لا بروموسيون موبيليير، البيع على التصاميم 25 و20 و35%، المكتسب يقدر يتبع تقدم الاشغال ويخلص لي بار لي ترونش كونفورمي ا لافونسمون.
وفي الاخير وبمناسبه بهذه المناسبه احنا كانت عندنا فرصه كشباب فرصه تسيير في بلد اللي كانوا ضحوا فيه ابائنا واجدادنا بالنفس والنفيس. احنا لهذا الامانه حافظون. تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. شكرا جزيلا لك سيد نسيم رسيم غالم المدير العام للمؤسسه الوطنيه للترقيه العقاريه الذي كان متحدثا معنا عن تفاصيل هذه العمليه، عمليه توزيع السكنات التي تعرفها الجزائر في اطار الاحتفال بذكرى ستينيه عيدي الاستقلال والشباب. اليك زكريا والى الزميله فاطمه الزهراء. نعم، وصور الفرحة تصل تباعا إلينا هنا بالتلفزيون من مختلف مناطق الوطن. شكرا لك أحمد خردين، كنت معنا من موقع 265 مسكن ترقوي عمومي بالقبة. فاطمة، نواصل الآن حديثنا في ملف السكن. نعم. بالحديث عن السياسة العمرانية للمدن الذكية والجديدة والتي تبناها السلطات العمومية كخيار جديد. وكذلك زكريا، لكن وجب التذكير أيضا بأن هذه الحصة فيما يخص السكن العمومي الترقوي تدخل في ضمن حصة سوف تصل إلى 2595. نعم. سكن ترقوي كان قد أعلن عليها السيد الوزير صباحة اليوم من خلال توزيعها عبر الوطن. إذن وفي مواصلة نقاشنا في خلال هذا اليوم المفتوح، كما ذكر الزميل زكريا، سوف نخصص النقاش الآن للحديث عن المدن الذكية والمدن الجديدة. وللاستفاضة في هذا المحور نسعد باستضافة السيدة حمزاي ليلى، وهي مديرة المدينة الجديدة للبنان. مرحبا بك سيدة. شكرا، شكرا للاستضافة. مرحبا. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستضافة السيد عبد الحق السداوي، مدير المدينة الجديدة للسيدي عبد الله. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بك وشكرا للاستضافة. نعم، إذا سيد سداوي سوف نتحدث عن هذه الإنجازات، حيث في مطلع سنة 2030 سوف نحصي أزيد من 50 مليون نسمة على مستوى الجزائر، وهذه السياسة العمرانية الجديدة سوف وتبني خيار المدن الجديدة والذكية تخفيفا عن المدن الكبرى وتوفيرا أيضا لفضاءات عمرانية أرحب. نتحدث عن هذه السياسة، سياسة الدولة الجديدة من أجل استحداث كل هذا المدن الجديدة سيد سداوي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل الإجابة على السؤال أود أن أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ستينية الاستقلال. نعم. ونترحم على أرواح شهداء الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكونه هو الحياة في سبيل أن نعيش اليوم هذه اللحظة بعد 60 سنة من الاستقلال. وأهنئ كذلك المستفيدين من السكنات، ونقول لهم مثل ما نقول بالعبارة العامية ان شاء الله عتبه مربوحه ان شاء الله للجميع. فيما يخص سياسه الدوله في المدن الجديده، اولا قبل الكلام عن الفكره من اين بدات هذه الفكره، يجب ان نذكر بان الكثافه السكانيه والاكتظاظ السكاني الذي يعرفه الشريط الساحلي للجزائر يعبر عن تمركز 4% من ساكنه كل الجزائر، 4% من التراب الوطني يسكنه ما يقارب 80% من ساكنة الجزائر. صح. هذا أدى إلى اكتظاظ كبير، منها بدأت أفكار التوسع العمراني والتي بدأت بالأقطاب العمرانية ثم المناطق العمرانية الليزون ثم الأقطاب العمرانية المدمجة والتي لم تصل إلى أن تقدم كل الحلول الممكنة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المدن الجديدة لوضع وتنفيذ المخطط الوطني للتهيئة العمرانية. من هذا الباب المدن الجديدة جاءت كتاج يحيط بالمدن الكبرى حتى تمتص الكثافة السكانية وتعطي توازن للساكنة عبر الإقليم، وأقطاب عمرانية مدمجة مع المدن الكبرى والتي كذلك تعرف اكتظاظ سكاني كبير. من هنا بدأت الفكرة وجاء التنفيذ عن طريق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لصنات. بدأت بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، ثم ذهب جنوبا إلى المدينة الجديدة لبوينان والمناطق العمرانية لذريع الريش وعلي منجلي وعين نحاس بقسنطينة. وهذه تسمى
التاج الاول لا بريمير كورون، ثم تاتي المدن الجديده الاخرى الثانيه يعني لا ديزيام كورون التاج الثاني، وهي مدينه الجديده لبوكزول والتي تعبر واتت لوضع توازن اقليمي بين الهضاب والشمال. صحيح. ثم المدن الجديده لحسين مسعود والمنيعه، والمنيعه ايضا والتي اتت لتطوير الجنوب الكبير. كل هذه المدن ليست بأحياء سكنية فقط، وإنما هي مدن جديدة لها وظيفة، لها عدة وظائف. نعم. وليست وظيفة سكنية فقط. صحيح. ولكن لها عدة وظائف. وكنظن عبر الحديث عن خصوصية كل مدينة جديدة سيتمكن المشاهد الكريم من فهم وتبسيط هذه الأفكار. نعم. وبالحديث زكريا تفضل. نعم سيد حمزاوي، ربما سيد عبد الحق، الحديث عن هذه الفكرة في هذه التيجان التي ترصع هذه المناطق العزيزة من الوطن يحيل لأنه بالإضافة إلى مسألة تخفيف الضغط عن السكان في الساحل، هناك تصور جديد لبناء مدن جديدة. معروف أن المدينة تبنى عبر التاريخ، لكن الفكرة أساسا في أن تبنى موقع معين كمدينة بشكل مباشر، فهذه الفكرة أصلا جديدة وتنسجم مع ما هو موجود عالميا. بالطبع، لا سيما في شرق آسيا، في كوريا الجنوبية وفي الصين، نخص بالذكر الصين ومدينة شنزن، كوريا الجنوبية ومدينة سيزونغ ومدينة غونغيوكسي، وهذه المدن التي لن أقول مباشرة بأننا أخذنا الفكرة منها، ولكنها هناك تشابه في الأفكار لأنها مدن تمتلك عدة وظائف، ومن هنا أتت فكرة المدينة الجديدة. عندما أتكلم عن المدينة الجديدة للسيدي عبد الله فهي مدينة محيطها 7000 هكتار، 70 كيلومتر مربع، منها 31.58 كيلومتر مربع كمحيط عمراني، والبقية هو محيط نباتي. المحيط العمراني يتشكل من 28 حي مدمج، يعني أحياء ومناطق سكنية، بإجمالي البرامج السكنية المسجلة لحد هذه الساعة هي 84,000 وحدة سكنية. والمدينة مخططة لأن تكون في نهاية مع نهاية 2030 ل 450,000 ساكنة، يعني 450,000 نسمة. وظيفتها الأساسية أيضا سيد سداوي، حتى يعني نواصل في النقاش، والبحوث العلمية والتكوين ووظائف الدعم والتكنولوجيا، بها قطب تكنولوجي وعلمي مهم جدا بهذه المدينة، حتى نمر للمدن الأخرى أيضا. شكرا. هذه الأحياء السكنية هي أحياء مدمجة بكل المرافق العمومية، يعني المرافق التربوية، وهنا يجب الإشارة بأن كل الأحياء السكنية مزودة بمرافق تربوية مسجلة، منها ما تم إنجازه واستلامه وهو حيز العمل، حيز الخدمة، ومنها ما هو مسجل، منها ما هو في طور الإنجاز، ومنها ما هو مسجل وستنطلق فيه الأشغال في غضون سنة 2022 وبداية سنة 2023. هذه الأحياء السكنية بمرافقها العمومية التربوية والصحية إلى ما آخر، هناك أقطاب أخرى، أقطاب استثمارية، أقطاب تكنولوجية، وهي التي تشكل فكرة المدينة الجديدة. فمثلا المدينة الجديدة لسيدي عبد الله فيها القطب التكنولوجي، القطب الجامعي، والقطب الجامعي واللي هو قطب جامعي تكنولوجي بامتياز، والذي تم افتتاحه سنة في سبتمبر بمناسبة السنة الجامعية 2021. وبه المدرستين، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. سنعود لهذه النقطة، قبل ذلك سأذهب إلى السيدة ليلى حمزاوي وهي المديرة الجديدة المدينة الجديدة للبنان. سيدة حمزاوي، المدينة الجديدة للبنان تقع 35 كيلومتر من العاصمة على مساحة 2175 هكتار، وعدد السكان بها 150,000 نسمة، عدد السكنات 150,000، وخمسة أقطاب رئيسية للإسكان
الاستثمار. هذه المدينة الجديدة للبنان يعني تحتضن العديد كما ذكرنا من السكنات. نتحدث عن هذا المشروع، عن أهميته في تخفيف الضغط عن سكان عن العاصمة وغيرها من المدن المجاورة. شكرا. أعود للسؤال عن المدن الجديدة. نعم. هناك من أجل توازن إقليمي نسيج العمراني، كذلك توازن الديموغرافي، توازن اقتصادي، توازن اجتماعي. فكل هذه السيدة حمزاوية بأن يرفع علينا الآن أذان صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة. نعود مشاهدينا الكرام في هذا البلاطو المفتوح المخصص لقطاع السكن في ستينية الاستقلال لاستكمال النقاش، ونعود إلى السيدة ليلى حمزاوي مديرة المدينة الجديدة ببوينان. تفضلي سيدتي للحديث عن هذه المدينة. كما قلت قبل قليل أن المدن الجديدة جاءت نتيجة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنات. نتيجة هناك مدن جديدة للتوازن، هناك توازن نسيجي، توازن ديموغرافي، توازن عمراني، وتوازن
اقتصادي أيضا. نعم. وكل مدينة جديدة لها خصوصيتها. نعم. مدينة بنان هي مدينة تتربع على 2175 هكتار، منها 1885 هكتار للعمران و500 هكتار كمساحة زون دو بروتكسيون. فيها حاليا عندنا 43900 وحدة سكنية. في 2030 ان شاء الله يكون عندنا 250 ألف نسمة. نعم. تكون عندنا 52 ألف وحدة سكنية. هناك نسيج عمراني كذلك في مدينة بوينان، أقطاب هكذا حضارية. نعم. عندنا ملاحة حسينية بوينان وملاحة حسينية بوينان. نعم. هذه الأقطاب فيها 16,000 نسمة. ما هي الوظيفة الأساسية لهذه المدينة الجديدة سيدة حمزاوي؟ هي مدينة جديدة رائدة في هي في تكنولوجيا. نعم. لا تكنولوجيا أفانسي لأعمال وتجارة أفير كوميرس سانتي اي بيوتكنولوجي. نعم. نعم ربما ترفيه وريادة. نعم ربما هذا يحيلنا إلى السؤال سيدة الدوح، ولا مسألة المدن الجديدة وربطها بالذكاء، كيف ذلك؟ المدن الجديدة وربطها بالذكاء تربطها بالذكاء لعدة اعتبارات. أولا لبناء مدينة هناك كثير والكثير من الذي يجب القيام به لبناء هذا الكم من السكن من الأحياء ومن الأقطاب الاستثمارية. فيما يخص عندك الشبكات المختلفة، أولا شبكة طرق بمئة مثل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله 160 كيلومتر من الطرق. نعم. وما يعادله من شبكات صرف مياه الأمطار، كذلك عندنا شبكات مياه الصرف الصحي سيدي ريزو سيباراتيف، والتي تذهب إلى محطات ليستاب يعني ستاسيون دو ديبيراسيون، محطات تصفية المياه المستعمل. من جانب آخر مثل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله سنتكلم على حوالي 8000 عمود إنارة بالطاقة الشمسية، تم إنجاز لحد الساعة حوالي 2500 عمود إنارة، 8000 عمود إنارة مع انتهاء الأشغال، ما يعني حوالي 6-7% من الإنارة العمومية لولاية الجزائر كافة، والتي تحصي ما يفوق 200000 عمود إنارة. نظن الإنارة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، إضافة إلى ذلك التغطية بالألياف البصرية. نعم. نتكلم على 60 كيلومتر من خطوط الربط بالألياف البصرية و 33 محطة اللاسلكي يعني للمتعاملين الثلاث. نتكلم كذلك المدينة الذكية، نتكلم عن الأقطاب التكنولوجية من بينها السايبر بارك. نعم سايبر بارك. وكذلك الاي سي تي انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي بول. نعم. هناك كذلك الأقطاب الاستثمارية الأخرى والتي تعتبر رائدة. سيدي عبد الله هي قطب تكنولوجي بامتياز. قطب تكنولوجي بامتياز باعتبار أن السايبر بارك هو أول من يحضن المؤسسات الناشئة الستارت اب فيما يخص سايبر سيكوريتي و لا بروغراماسيون انفورماتيك بروغراميشن البرمجة الإعلامية او المعلوماتية. إضافة الى ذلك المعهد المتخصص لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والذي تم بناؤه في بلدية الرحمانية بجانب السايبر بارك، والذي تم وضعه من طرف وزارة التكوين المهني تحت إشراف وزارة المؤسسات الهدف الناشئة. من كل هذا سيد سداوي يعني من خلق كل هذه المنشآت الذكية والمميزة في هذا القطب، هي خلق قطب تكنولوجي للعاصمة وللجزائر. نعم. ستكون رائدة في هذا المجال
مع نهاية أشغال وبداية الاستث ودخول حيز التنفيذ كل الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة. نعم تفضل. استسمحك سي فاطمة الزهراء. نعم. سيدة ليلى حمزاوي، أكيد أنه المدن الجديدة تبنى على أساس معايير معينة ووفق استراتيجية معينة بتحقيق أهداف معينة، هل يمكن أن تكون هذه المدن بدائل حقيقية للمدن المعروفة باختناقات مرورية وتكون ذلك المتنفس الذي يمنح المواطن فضاءات أرحب للعيش فيها؟ طبعا هي وجدت من أجل هذا، هي لتخفيف الضغط على المدن الكبرى، وهي مدن بالنسبة لسيدي عبد الله بينان سيلو بيبال، هي كذلك تحتوي تتضمن على شبكات طرق معاصرة، عندنا لو تراموي ان شاء الله كيفا اتر رياليزي بروشينمون، عندنا تصريف مياه، عندنا تصريف المياه ومياه الشرب، عندنا الغاز والكهرباء، عندنا الإنارة الفوتوفولتايك بالطاقة الشمسية. وكانت وهنا نشكر السيد رئيس الجمهورية حين كان وزير للسكن، هو أول من أدرج الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وكنا كان بزاف على يحث على استعمال الطاقة المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية، كانت رغبة وإن شاء الله تحققت مع برنامج الرئيس، وإحنا في إطار إن هذا الإنجاز هذا الحديث يعني سوف يجرنا إلى الحديث، ما هي الفرص؟ فرص تعني تعميم هذا الإنجاز المتعلق بالذكاء الاصطناعي في مدننا، ما هي فرص تعميمه وتحقيقه؟ هي عندنا فرص كبيرة بالنسبة للمدن الجديدة، فهي مدن تهتم كثيرا بالإيكولوجي، سي دي فيل فيرت، سي دي فيل، وعندنا لا فيبر اوبتيك، شبكة الألياف البصرية. نعم. البصرية. نعم. نقاط مهمة جدا، وعطفا على ما تطرقت إليها فاطمة، سيد سديبي، هل يمكن أن نشهد يوما ما في يومنا في مدننا الذكية ومدننا الجديدة تلك الفضاءات المفتوحة للإنترنت والتي ستمكننا لتكون أقطابا في صناعة التكنولوجيا، في حاضنات للملف الجديد الذي انخرط فيه الدولة هو دعم المؤسسات الناشئة؟ بإذن الله وبحول الله، وهذا هو المراد من فكرة إنشاء المدينة الجديدة، لا سيما المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وهذا هو التوجه الذي خصه السيد رئيس الجمهورية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله عندما تكلم عن المدينة الذكية وعندما تكلم عن القطب التكنولوجي بامتياز. نعم. ولذلك فمثلا في القطب الجامعي بسيدي عبد الله والمدرستين العليتين، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة العليا للرياضيات، فهي مزودة بشبكة الانترنت ومزودة بشبكة الواي فاي حتى. نعم. في الإقامة الجامعية، وسنصل يوما ما مع نهاية الأشغال، لن تجده في سنة 2022 سنة 2023، نحن نتكلم على مدينة جديدة التي نسبة الإنجاز بها بالنسبة لقطاع السكن فاقت 70%، ولكن بالنسبة لقطاعات أخرى لم تصل إلى نسبة 50%. نعم. ولكن مع تسارع وتيرة الإنجاز للوصول، مثل عندما نقول ليزاكسيون انتر سيكتوريال، يعني الأعمال القطاعية المشتركة وتسير كلها بنفس الوتيرة وبنفس السرعة، حتما سنصل مع نهاية المشروع وهو المدينة الجديدة إلى تلك المدينة. وكذلك سيد سداوي، حتى لا يداهمنا الوقت، أيضا التحول الرقمي هو نقطة مهمة جدا من أجل تحقيق كل هذا الإنجاز، إنجاز المدن الذكية. قبل أن نحول الخط للزملاء ونختم هذه الفقرة من اليوم المفتوح، نتحدث وفي عجالة سيد سداوي عن المدينة الجديدة لحسيب سعود وللمنيعة أيضا ولبوكزول، نتحدث عن هذه الثلاث مدن أيضا لأنها كما ذكرت السيدة ليلى من أجل هذا التوزيع الجغرافي المتحكم فيه، نتحدث عن هذه المدن في عجالة سيدي. بالنسبة للمدينة الجديدة بوكزول، فهي أقطاب تشبه إلى حد ما أقطاب المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالنسبة للقطب الطبي والقطب الصيدلاني. فبالنسبة لسيدي عبد الله، مثل ما هو المعروف بأن القطب الصيدلاني الذي فيه به أكثر من 10 مشاريع
والتي تشغل حوالي 8000 يد عاملة، وتقوم بإنتاج عدة أدوية المضادات الحيوية وأدوية الأمراض القلب والشرايين في المدينة الجديدة بوكزول. سيكون بها قطب طبي كذلك، يعني عيادات مثل سيدي عبد الله، وقطب صيدلاني، إضافة إلى أقطاب النشاطات اللوجستية. أما المدينة الجديدة أيضا الصناعة الزراعية والحيوية والصناعات عالية التقنية أيضا السداوي. إذا كان أما بالنسبة للمدينة الجديدة لحسين سعود والتي تم يعني نقول حصرها في منطقة النشاطات اللوجستية، باعتبار أن المنطقة بها كثير من الاستثمارات فيما يخص البترول والغاز، إذن النشاطات اللوجستية حتى نصل إلى عملية إدماج النسيج الصناعي الاستثماري البترولي والبتروكيميائي مع نسيج صناعي جزائري. هذه هي سيد سداوي، ربما في بداية وصفك للمدن وصفتها بتلك التيجان المرصعة لمختلف مناطق الوطن، وهذا يقودني إلى سؤال سيدة ليلى، هل يمكن أن تكون مدينة بوينان الجديدة كنموذجا قطب اقتصادي تجاري وطني؟ بالطبع، وفي نفس سياج ما قاله سيد سداوي، بالنسبة للمدن الجديدة كامل المدن الجديدة عندها خصوصياتها وعندها أبعادها الاقتصادية. لا نجم نتكلم على مدينة بوكزول والمنيعة، هناك طريق الوطني رقم واحد الذي سيعرف بطريق شمال جنوب، عندنا انفتاح على إفريقيا، وبالتالي هناك متكاملة بالنسبة للاقتصاد الوطني. بالنسبة لمدينة مدينة جديدة لبنان، هناك إنشاء مساحات كبيرة للتجارية لقطب المستثمرين، وذلك لتوطيد قدرات البلاد في الإنتاج والاستيراد. وحسين سعود أيضا كنت ذكرتي سيدة ليلى في الكواليس ما يخص هذه الخصوصية التي تحملها هذه المدينة الجديدة. هذه مدينة جديدة، هي مدينة أنشئت بالنسبة لحسين سعود، المدينة القديمة بالنسبة لغيسك سيبور باري وغيسك أندستريال. دونك أنشئت مدينة حسين سعود وفيها كل المواصفات بالنسبة لمدينة حضارية تكنولوجية بالطاقات المتجددة. عندها دي بول بصح. وهو كذلك سيدة حمزاوي ليلى مديرة المدينة الجديدة للبنان، والسيد عبد الحق سداوي مدير المدينة الجديدة للسيدي عبد الله، شكرا لكما على الحضور على كل هذه المعلومات، شرفتونا بحضوركم. سيدة سداوي، حبيت نقول للمواطن أن المدينة المثالية ما نيكزيست با، ما كاينش، وكل واحد هذا حلم، كل واحد ماذا به تكون عنده مدينه، وحنا ان شاء الله ونعملوا بتحقيق هذا الحلم للمواطن، والله الموفق ان شاء الله، ربي يوفقكم. ونعمل بمبدا لا للفشل. بإجازة. شكرا، وكلمة أخيرة، ننوه بالجهود التي قد يقوم بها إطارات وزارة السكن في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، ونتمنى تكاثف جهود كل القطاعات للوصول إلى المدينة الذكية التي نصب إليها. شكرا. لا للفشل ولا للطاقات غير إيجابية. نعم فاطمة. نعم، إذن مشاهدينا الكرام، وبين نظرة استشرافية وتوجه جديد لإسكان الجزائريين من خلال خارطة طريق تضع المواطن في طليعة الأولويات وفي كل القطاعات، عهد الرجال يتجسد اليوم وفاء بالالتزامات والعمل معا بقلب رجل واحد سواعد متراصة، الكل من موقعه في خدمة الوطن، وفاء لرسالة الشهداء الأبرار واستجابة لإرادة الأبناء الأخيار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الجزء من اليوم المفتوح، والذي تشرفت بمرافقة الزميل زكريا مهوبي. الآن نشرة أخباري الخامسة، بعد ذلك يتم في تتمة هذا اليوم المفتوح مع الزميلة سهام بيور وبدر الدين عباسي. شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء. شكرا لكم على كرم المتابعة.